عزول فما تحكي ما أعرفه عزول. انا جيت مثلا غاد سويت مثلا غادي في شويه توشان نبدا اللايف من مثلا تاتي اثم سويت ما ديش نصف حاجه جديد احتياطيه ما مي تغادي ني مش تسنم صفحان ريف لايف ني خني كريمه من سنا ريف توقع عند خزنت الهجومات تم قرانين واش من زي حاليا خو بالعد هاد الساعه حتى واش من زي غان نستخدم الصفحه الاحتياطيه ثاني تاتي مازول ثم رشيد داري في مجلس النيابة خو عادي هاي ثماثنا غد سوي ثماثنا الريف لايف يقعد خس الهجومات من طرف لا سواء زير مخزن لا سواء زي ثماثنا غريفيين يتحسب اني خفن صند المناضلين راني هني تسمى الساعة سنتي التاوين خ صفحاني ومقان الريف بونت لايف ما مي صفحاني الريف بونت لايف انت ثوذي سوى تخوين عباد الله وتخوين بنادم وتشد بنادم سقط المستجدات من توقع عندني تاتيت دي اوروبا تسمى تصور المعاناه نعرفنا في برثين مختطفين ثمانية اجن اجن القناة حرة تسمى من زي من يثقس العقدة يرمخزن ثقس العقدة يثمثن غد سوي ثمثن وخا يا بني تغمن دايث مثلا قال ريني هني تقنا نقد سينياليره ولكن تاني نشين بدايت غير معان الاحتياط غانغ من زيد غان تسيوض ثابرتنا انا جاي ثمثل غنك شوي بارتاجي وش انا دف في المواضيع الجنة مهمين مش تولي مش تسمية في مسوي ثماء نشي نعبور هم نعرف النغ نعبور هم المختطف النغ نعبور تسمى من قانشين وزمان سمح ذي منايا منايا يمغى كتار زي الشخص نغزير بعضني وذاني القضية نعرف ذي ثماثن غير جندي سجن ذلو العار العائلة ثمسن يمغى رخ كورشي ثمانية وش نترجي ثمان غادي شوية بارتاجي تحياتي الأخ بركة منهم شو من بعد تسور غير يمكن يجنا 4 ساعات وش هذي النهاية ثمان غادي المداخلات أمو مثلا راشد داري في مين من تغاز ديني الطوبيس أقيق يثيدو مثلا هذا نسقع من بعد خميغة السور شوية من مغاري ديجن إيش الموضوع مهم وطاس هاد نسيون الخلخاوة أنا نعرف شتا فاد نسيفو مثلا رشيد يمكنو مثلا الحموتي مراد معتقل سابق سياسي على خلفية الحراك الريف ضرب بعض نايت مثلا النشطاء ذلي تديد مي مش نسنايا ثما سويثما المسيرة 26 خدرا غان الصناديد النق فقارد بس ما ثمانية إذا نرجع لنعاود باش هاد الناس نسيو شوية خل مسائل ثانية فينا ما ميرانش نقيتو بس نسانيتا ني غانيني ترانسبور إي نقيا ثماثنا خصو ثماثنا إي غي راحن غا باري نهار 26 نير السادق و نهار السفت يديكوا ما مي صفحة يا عاد وات السن شاي ثمثنا غد سوي ثمثنا ما مي النوم ان انت مصوت داك يسن زي الريف ثنقيت لايف
نيغ زي الصفحان كاري ممنوس نعريف مش دوم نيغ عاوذ يثيد عاوذ غيم كنا يثمث نغوس نتنشاغ ومزوا من قار الصحافة الصفحة في النيغ ينتج تسمى باش زيت نسيو المعاناة ونكراها في المعاناة العائلات نيغ شا المستجدات خايث مثلا ذي عريف ولا سواء ذنية تتك ذي الدياسبورا أجملنا ندخسنا يثمى سويثمى مع العلم نزار بعض القنوات 24 ساعة التخوين السب والشتم التشتيت في نعم ما سوسن توقع المشكل غريب هذا الأمر تسمى ذمنية توخمي خميث خزاد يجنس صفحة فيسبوكية تسقط المعاناة تمسرين تسمى مهمين باش تنتسنن إريفين لا سواء الشتات إريفين ذاخر توقع الخس الهجوم تحياتي يا ثمثنق تحياتي يا يوزيك النيو مش طريقة يا ثمثنق قلنا شوي بارتاجي مش اني غرخو عاد والسنشا مش النوم من تمصوى ذكي ويا ذي القنوات النغنية ولك تاني ثاني تاتيت ديج الصفحة احتياطي يا ثم سويثما قوة لابد دنق الاحتياط بنادم يخص هذي قواص الاحتياط شخصيين توقع دقال المسائل بلي دوقع عند الهجومات تمسرين باش اضان غازن تمسرين ولك تاني نشين قارسن نشين وزما غن خازن ميمي بنادم غاسج القضية يخصد أتي السيوة يخصد أتي عمم يثمثنا في السويثمثنا وزما نقيم وتدن السكويت وسما وخاذ بالعم ثاني تاتيت المعنى قادي نعاود صحافة النغني من قانش اللي يثمث سويثما يخشو رسنا حنا وتدن سبيين شاذ قما رسنا حنا يخص شويت شويت خمي من الضرورة أن راح دنكسي رسنا حنا نغني ضمن يا يثمث سويثما تسمى من قاغ يذ أذقن أختار قرني أذقن أذن خان قد في مسرين وتجيبو خسديرين من قارس نشين قانغ الاحتياط أذن ثمانية المهم يا ثمس ويثما أذبذي ذي الموضوع مش توري غاي ثمث نغذيني تاتيت الأحرار بعض الأحرار يتسنغ قينداني تاتيت توري خثند تسمى ذي جن حاج تصبحانت خميت زار ذي ثمث نغذسوي ثمث نغ إني يوم ننسى القضية تشارك ذي اللايفة تسمى يصفار رحمن اني ما يمي نزاري وذان يوم ننسى القضية نيشان ودار نخباي وذان ودار نخباي التخوين ركز نغا خايف مثلا غي جان ديا عريف نغذ المعاناة نسن ثمانية ايه ايث ما سويث ما مش نسن المسيرة نهار 26 ان شاء الله يخدر غان ايث مثلا اجل المسيرة اتير ان شاء الله تنقرانت مين مقاق اجل المسيرة اتير تنقرانت ميمي السنة تتيت زي هولندا توع مان ثلاثة الكيران توع مان ضرب عاضي توبيسن ذي مزيان تسعني وذا التصني ثماثنا تسوي ثماثنا تصلن الزاي ذك السنة ذك السنين قورا ميمي رخون شين نبلع يتوبيسن مار عمان مار ترانسبورتة عمان ولك تيني نشين ونقطع بورايس غان خي زمار إزي زمار اسمو فار يث مثلا غسويث مثلا غنوي زمان هذا راح لحد الان وزما راح غا تاريخ ترانسبورت نمشي غانغ الامكانيات زي زما نصن نضبا ترانسبورت ولك تاني هذه ني مش كاع وضبارا زما ترانسبورت فايد الناض تصدل الزيج نتا ومات زيرو تردام اني قاعده ربعه نيث مثلا خصنا راح نمشي غا باريس مشى اني غاس نشق الطوبيسات عمان ولك تاني هذه نيج الامكانيه المغلي اني غاس هذو مطباغ جن اوتوبيس نتاع نيودان تاع البلايص هذو مش الطوموبيل ني تكارز تشنا 40 يورو يوج جيف عارين دوالو دبار غاس ترانسبورتر تسمى اي ثمثنا غسوي ثمثنا ني خصن عاد اضراحن وغاس نشان ترانسبورت ذاني تاتيت الامكانيات يزما انسهل باش تراحم مرا ذيني تسعاني وذان زين معنا كورثان دين اوتريخت نيغ امستردام نيغ روتردام نيغ دينهاغ نيغ المهم هولندا ثكمر مرا وغاسن تسعاني وذان زبا زما زيسن دباغ نش اجن طوبيس نتسعاني وذان هذا سنتوشاغ يتمقى ما خاسن 70 اورو يوجد جيف ذيني كيلومتر فراي تسمى هذين دهوات جسبول كيلومترات نيغ دوينات ذيني عاود المازوت عاود اقدي النيت تسمى من قاع 40 يورو يوجد جيف
تكاد يمكن شنو 400 يورو يتسعاني وذاب زعما هذا صندبا طوبي سواني تاتيت مي مي منايا مش لو مني غير يثمس ويثما يثمس نغزيرو تردام تصل للزاير نايا يلقاو دي خصك كيش نلاح دي الطوبيس ني غاسا ودي قاي طوبيس مار عمان صافي نبلع ولك تاني ذا اجي نحل نغني مالا تواليد شك اش يسلك اقترح غاس منايا ني غاسا ودي قا زعما جدبا تسعة نيو ذاب ني غاز ما فاش دبا الطوبيس نتعاود ني وذان زعما انا نيس نقاي في ماسوي تما دبا غاس ركار نتسعاني وذان عجباس البحر فاحنا الطاس تسمى نشلو زعما شخصيا وزعما جغي تما ثنا سمبرا ترانسبور تسمى من قار خويا في ماسوي تما باش تسنم ستم المباشره وني تاتيت اس كومبارتاجي باش تاو تبرت ثاني تاتيت يث مثلا غتسوي تما ثنا هو غادي يشط ترانسبورت قاغاسن ما راه غاهم تسعاني وذان تصل من الجزائر اظن ضباق ترانسبورت نتعاني وذان ترانسبورتر تسمى وانا تجن ترانسبورتر الجديد من هذا متراح ذي على راح في النس ويتقل يتوبيس مقرا ما راه غاس ترانسبورتر نتعاني وذان هذيك قابعة تسعاثين ما يروح شوي شوي تخس هذيك تسعان تسعاثين تسمى هذيك خمسان تسعاثين نشين ذي التوبيس مقرا قنتق سبعان تسعاثين تسمى بنادم ما يروح ذي الخضاع نص نك 70 ساعتين ذي اركار نغذي توبيس ام قران تسمى باش تبلع النقطه يا يثما سويثما وني خصنا عاد شان شان ترانسبور غار باريس غاس 9 نيوذان ازيد يتصل هذا الضباع من دي غيره ثمانية اجي المساله النغنيه يثما سويثما وسامح ميتو عاود ذي النومات نغراشيد زيبروس زيبروكسيل رنتغاز ديني موشين مهم مثلا غراشيد قا هاد السور غير 10 مينوت خشن الخوانه نعرف الخوانه نصح نعرف وتجيبو اني غاتجي لي اختلافات الشخصيه وينات اني واش نسمي بود الخوانه اني غاصن الخلافات الشخصيه نسيت ما تبعدن برا الحراك الشعبي نغ المسانده ذاتي اوروبا تبعدن ما راه غاصن شي الخلافات حاث نتفكن برا الحراك الشعبي ثم اللي تسمى ذو ذا الرأي اللي تواريغوا الخوانة نصح تسمى من قا تفد نسقع ذو مثلا رشيد خميد غسو ذو خيجو بونتو ذاني تاتيت مهمة طاس هاد السنن ايث مثلا غد سويت مثلا من عنان الخوانة نعرف نصح اني يوشين فوس اني يوشين فوس نير استخدمش غور اي اريفين تسمى من هي اخذت السوره هي ثما سويثما من عناني اخوان نعرف هي ثما سويثما غاري ذني تاتيت نشي نخمن السوار نقار قيجم بنادم ذا خوان انت ويد المعطيات انت ويد في مسرين مي بلا باش السني ذي بنادم قاش كذ الخائن قيق ساحه ورني هي ثما سويثما يقصح باش السني ذي بنادم ني بالاخص اعرفيه السني ذي الخائن مال انت تختلف اكشاني الجن غوينات غاصل المشاكل جارسن منيني الشغر نسن ولك تاني باش تاني ذي بنادم الخائن بالاخص تنعرفيه سمرا في مسرايين سبرا الملموس انت تقسي حارة يا يثما سويثما مش مال اني غيش كاسي ورخيش بنادم اني غاز دخوان الخائن توغد الملموس الملموس قال خائن غاص درجة في مغا وتجي يجم بنادم وغصبوا المستوى نغد كوا العائلات نغ يجبد خصنا السهوان زي 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 المصداقيان ومثلا غناصير نغ المختطفين اني وجبوا ذي الخوانه اني ضيس الغيره نغ نغ ذي اي دي خي نوفانت استغلنت يمكن الى سيمانت نسن الضحيه بنادم خميس غيكا ذي كوا ذي عزي حماد ديال العائلات اذن غير الشكوك ني تشتيت بالاخص تشتيت هي ثما سويثما التشتيت مركز زار بنادم يسور تشتيت سند الله بنادم ني يجي بنادم تسمو غاس ويا الزبور خا يعرف ويا الزبور خا المختطفين ويا الزبو يجي الحاج تصبح انت يعرفنا امو تواريخ في مسرايين وبنادم كلشي خزابيس المهم يجي دونك قاري ثما سويثما نشي بالاخص ذني تاتيت في هولندا يجن تحية نضالية عالية يثمثن غسو يثمثن جنود الخفاء يخدمن يوم نص القضية أتيني وخا خص تحمل المسؤولية يثمثن غسو يثما
اقيم داني تاتيت نشي ميخفن نركز داني تاتيت نركز خر مخزن رمخزن نيشان نيشان اما المخابرات نرمخزن عفان نشي نغانق داني تاتيت اي ثماثن غيت قنتي زما نجبد الخوانة نعرف نير يفسن إزيران نرمخزن ذاني تاتي ذي هولندا من عدنا ذي وذانا تيرين إما ذي البرلمان هولندي تيري غاسن شان ممشان ضم قران ذاني تاتي ذي هولندا من أني استعمالنت ضد إيريفيين نير ضد إثمسرين الكرامة الحرية العدالة الاجتماعية ذي نير فنعسن شين نعزو أثن دنجبذ باش أثن دنفضح أكل الجماهير الشعبية من خمير قال خوانا يا إثما سو إثما أذو مينير إجل قانس أبو طالب مارس سنما أبو طالب واني تاتيت ذا العمدة ذا نتاتيت ذي هولندا شان ترتيام زقوامي جيني جو مرقي وكفي قايا مرقي أبو طالب واني تاتيت إقايا مرقي أكون نومي قان بلوقي ضرب عاض نيوذان تيران تشم ذاني تاتيت ذي مغربيا ذو النوم قال نجيم أم حالي واني تاتيت ذاري في نجيم أم حالي واني تاتيت نيخ سواء البلوق العمدة يا واني تاتيت رنت ذاري في قيني جل اللقاء يا إثما سو إثما أقوم اللقاء النجيم أقوم الخوانة نعرف أخي تسامحهم أقوم الخوانة نعرف يا إثما أقوم الخوانة نعرف ونتا البلوقي ونتا تيت أبو طالب ونتا تيت النمقان أم حالي أم هالي ونتا تيت وكوميديان زعما ذاري فيه ونتا تيت أي ونضرب عاد داني تاتيت هولنديين دي صحافيين قيني جليقة تتن تعمانا عبوض مشي نوم مثل عبد الغني قاسم جينا امرقيت عمان تنت عمان عبوض خعراري ريفيين ام حاليا وانيتا تبع ذا وانيتا نشقج الوقت تغط حتارة مخ ولكن اك الحراك المبارك المقدس يسبيين دا يوذانا مش جنع مصو الدمن انك عارف ولكن تاني قاذيني التاريخ وانيتا تتن قناس ناجم ام هالي نش سوار غذاني تتدخل عمدا يثما سويثمان ذوينا نش قايدي هولندا أتسورخ الملك أتسورخ العمدة أتسورخ ويخص غاري الحق غاري الحق أثنتقض وجي قنغ في ثال أذقذ أسيني غي يوقى السوار ذاني تتدخل عمدة أي يوقى دسنا ذي كسين هذي دسنا ذي كسين زي زي تدار ها قوم ثنا يثنا ها قوم إخوان نعرف ها قوم ثنا وجبون الشين ذي يويا قي أخوان وديت بين أخوان اخوان مهم هذا نتسوق شويه خلي لقاء يمكن ذا يثما ثنا اتفاهم دنس كاع هذا بالاخص انه مثلا رشيد باش يدي السور خيطو باسم النير تاع نهار 26 اي يثما سيثما ها قوم مقاني خواني خواني تاتيت ابو طالب واني تاتيت مرا نقارب ثكو مثلا احمد مركوش رنتا ذي العمده ديجنت مدينه ذا دي هولندا قناص ارنم يجد تحية الطم قرنتي وما ثنغ ماركوش آياز آري في ذا حواري يستقبل دعيز حمد يبدا كينا يفوت كين غا المسيرات يسغويا كينا ويعزمان غطاس انتي ورا نشين كائري في ذاني تاتيت يمران في مسرايين يزي غا القاوم رمخزنا واني تاتيت يا ثما سوثما قان خائن اقوم قان الخوانا يوم قان ابو طالب ذوني مقان ناجب محالين ذينا يتجد الخوانا نعرف يا ثما سوثما انا ديري فيا مش توارا مش دوم ملي غادي نعتبغا ومثلا ماركوش جن تحية الطم قرنتي ومثلا ماركوش من يقدمي القضية نعرف اواني الستار وحاليا المساندة النس تسمى مقارنة تنكو مقان ابو طالب واني تاتيت ابو طالب واني تاتيت نشي قارس انتي الشاس الحذر استي الشغل الحذر تحدي اقايدي دولة الحق والقانون غاري الحق انتقض الملك مش ذو مني انتقل وانيتاتي البيدقة وانيتاتي في تسمي خسوة وانا وانيتاتي أبو طالب غاري الحق انتقض نشقى غاس وانيتاتي تخسى تيريذ تسمى تيريذ ولي ذاني تاتي توفي الدولة فهولا مش لقاء ثائنا صدو الطبرة يتقم إمن سيونا يتقم صدو الطبرة
نقارس نشين وان جمو متفقة كيلون ما نفقيم شي مرقيين يخسن نشين كا شعب آريفي نيخ شعب أهولاندي ديري في ينداني تاتيت يخسن السن ميخ تقمديني إمرقيين من حقنا وما نينش نواس نسعدو شاي واني تاتيتي ومقان أبو طالبة واني تاتيت يوم من دجويا واني تاتيت هذه تصح محمخ التعبير هو هي يثما سو يثما واني تاتيت ذم دجو واني تاتيت خاص نسيور نرسل لي برلمانيين اكيس نقل لقاءات هاد السيور خلي لقاءات يتقواني تاتيت ومقان ابو طالب اكيف السن رمخزن ذني تاتيت ذي هولندية يثما سو يثما نشن من حقنا ما هو جوي ذكو ذا نش من السيور خاص هذا حظ تصغ مهاني وجامع يثما ثما هاد السيور نديني خرم خزني خشو برلماني في الشغل الصباح هذا سنة نكسي لا هنشين غار رح تذني تير شو مش لو مقاقي يثما سوي ثما نشين ذا يجن القروبو يجن تحية الطم قنات معليكو في غيو ذا ناس نسود مغيض أنا من ذا يجن غي جمعا الحراك المبارك المقدسة يثما سوي ثما الحيرة كذا نغي جمعا مش ذا مدير غذا مدور غيج النقطة باش ذا مدور غواني تاتيت باش نبلع باش نسير فومات نغراجيت نشين ذا نتاتيت أي ثما سوي ثما مش ذا مقا قد قال نلايفات ويت خوان و شفن دي العائلة دي وينات ستفم وخوم اتقثى شاية يثما سو يثما مين بيذو مقاغ دقان ووار بدقا عوام قاد اني اي ثما ثنا غد سو يثما ثنا خد من عارفنا خد من خد من تسمى ستفم دقان المسائل وخان اتقثى عن شاية وخوم اتقثى عن شاية مين بي نش مين ذي تشنيج نتشجع ذا مقران اولا اي ثما ثنا غد جندير حبس اني نوش اسن الوعد كيسن بدات نصوف قسمين زي ما واخا تسمى غم واخا سر موت انش موقع ورقة في الصدق صغورة يا ثما سوي ثما العائلة تنسن من ايا نشن وزما اذي سنسمح يا ثما سوي ثما من ميذا وقع من ايا يجد تشجيع مش تورا مش اني غد دور غيتو بيس اني غد ترانسبورني تغادي اني اي ثما ثنا اتصل ندا كيذي باش الحجزنا مش نشن في نفس الوقت يا ثما سوي ثما السور ندا كيذي خل حراك النغ قانا نغ جماه الشعبي ايث ما سو ايث ما ايث ما ثنا قانا نقن شنو زمان سمح قن كلاف وزمان انسمح ذي العائلات وزمان سمح ذي منايا صور خل جماه الشعبي ايث ما سو ايث ما قام عليك وجه الجماه الشعبية ذي ثم ثنا سو ايث ما ثنا غيت فند ذي المسألة يا ذي الحراكة واني تاتيت يري روح قال الجماه الشعبية تفند منايا وذا مني وذا مني غيث ما سو ايث ما الجماه الشعبية متشبثين ذي دقال المسألة قانش نشين من ترى ود صفر نايف مثنا نشين قان غاكي مثنا من ترى العائلات المختطفين نقطعانة المعاناة نشين قان غاكي سن من يقان الجماهير الشعبية يثما سو يثما قال خون قثرة ثي طوبيسا 180 نيوذن يثما سو يثما كوريج الطوبيس ذي 60 سمبراي طوبيس منين 90 قايم الزيارة شم الأغلبية مش دوم منيخ من تقل الحجز سوار مدى كيدي مساكين خمير قانا قان غيسم فران دوينات سوار مدى كيدي خلقا ذي نعرف شو من ذو قاقية ما سويت ما لا العائلات ذي يعرف النغ رضا المختطف النغ سب نسيت ما أدس نطو التبرة ثاني تاتيت نقارس قيات ما ثم سويت ما ثم بالأخصة جمع الشعبية يودي تسن شغل لايف مركة واسم سريم من سريغنش أتيني محمدو لله قد عذاذي النير يوكذان نغ أيث ما ثنغيري فيين بدنا كينا تسمى نساتم تسمى نغ تسمى يوكذان نيدي تقن لايف تخوين نغ تخوين المضاد نغ الشتن دي العائلات نقارس نقى بزاف عليكم قال عائلات عزي حمد قال رمخزن رمخزن واسي زماع أثي السهوة غاثمار رمخزن واسي زماع هذا سنعاد ربعاض المراهقين هذا السنة تشكل دي عزي حمانة السهوان الوينث ولكن تاني خمين تقيج الخلاصة يمنى يما رأي ثما سو ثما نخزع ويغاد جا ننفع ذي منايا ما نتخوذ العائلات ذو المختطفين ذو ويناث لاني غنحل لي ثما سو ثما تسمى ديج الإشارات تشخطي دي الجماهير الشعبية خميج من هذا ما ديكا ذي خوني وذانا يضحان صاوان صن نخطاوان صن ننسي ما تنسن هذا كانت الخونا وقد جل من المنفعة غمانية إلا ما ذر مخزن وش مش قاغر بداية ثما سوي ثما قمني الدومان يخارق عماس الدومان نغل حيلة عماس الدومان من الدومان وهم وإما ذي المعقول بنادم مريك جيش نحش معقولة ثمانيني الدومان يثما سوي ثما
تسمى مرض مثل رشيد نيغو مثل مراد المعتقل السياسي سابق على خلفية الحراك تحية طنقرتي ومثل ومثل غيوز دانيتا تترا أوروبا وتجيسقا أمش قرب عاضيض غيوز دانيتا تيتي تنظر يساور يساقوا ذنرد المعلومات يساقوا ذنرد المعاناة اللي تغي توقي عندي النغة الآخر يث مثل غذير ذي السجون ذلو العار تسمى جل احترام طنقراني ومثل غير حموتي مراد ما لقد دلي تاتيت هاد قنج الإشارة هاد قاعد نسير شوي في المسألة يا ثاني تاتيت شا مش قاغي يثما سوي ثما القناة يا ريف لايف ريف ريف نت بونت لايف من مير خنوم غاك ريف بونت لايف زقوا مدي بضال الحراك نش استعمالات ارخو هجم دخاس وتجير مخزن وتجبر مخزن يخرج ديال الجمل هنا ربعة النشطاء يتسماني خفن سند النشطاء ذي ذوينات تسمى إني تخوان يوذي 24 ساعة نغ تخوين المضاد ذي إني إذن غي إذي تقن سينيالي سبحاني وشا ميزي تجرخو مؤقتان ثبلع غد ساعته ثم الحموتي مراد أقشى هذا جد سقع ذغ لامبيتاسيون شو من قا ميمي الريف بونت لايف وسوى تخوي الحد وتسوار ذات من تقد تسوار المستجد أزول أزول أخويا كريم أزول أش يحفظ ربي أش يحفظ ربي خلايفة أيوزيشك يتسمى كلامك في الصميم زعما تحياتي لك والله العظيم أخويا مراد النق تحياتي رش خمين زار ريف مثل غمونش كمراد النق قد نختور بدقات وموقم تعوذقت تسمى مثلا مراد يزرق تعذيب يستعذى عمان رحبت يزرق في مسرعين تسمى نشند الفرصة باش أنا عزم مزوغي ومثلا مراد نشد ما نيقر ما يمي شكذ الواقع مراد النظر شكت عيش الواقع في عشتي مسرعين وزما ديس جنب نازم وعيش شاتي مسرعين ني هذي يعاون وا نيشا نيش نيشا زي قاميلا نين رحابس وتجيب وامجن وزاك شي 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 تني غاك رحق تسمى جمناه مي إكاد زي رحيم المعاناة وتجيبوه مي جني تسمى السوارد من فراغ زي قايت مثنا أذمونن تسمى نقرص نسيتي مذمونن أضغط النظر خاخر بعض يوذان رغمين نتمرج قد سوارتنا قباينينينا إنا باينين تسمى واضحين أخد من أجندة مخزنية خد من يتسمى مخزن بكل يتسمى ما في من داك زي التجليات يتسمى غذا نارف باين غذا نارف هنا غذا نارف زاد قل لقاء تقو في ثار مخزني تشك تحت الطاولة السمين دين وذيني جنت مسرعي تنظمي نقرسني يوذان قزونا ذقني جنس السهرة نعن 26 أمو غير خبار نعن 26 أزونا ذقني جنس السهرة يمكن جي برشلونة على ما أظن. المهم ليش ليش اليوم قانون البوزية. وا وين القرصن نشين تحذر إيو نعم تحذر إيو ذا نعرف القرص الشريك مشي قصة عرطة ثينا قصة عرطة ثينا ديجن الإله ديجن الإله يكنيو ديجن الإله الزون أشكم السران أشكم سبع ذن خلماصر الحراك الزون أشكم سبع ذن خلماصر القضية ناريف الزون أشكم سبع ذن خثمونيث ذين ذون غراو إذهيم أقايت ماتكم شين قران شين كما العادة أخويا كريم شين أيت ماتنا أوكس نسمح شي شين نعتازل نعتازل تسمى بعض ربع ذي وذان من حقية نعتازل من حقية سنتيدين غبي وضح بلا ما نسميه من حقيا نعتزل لأن تمادان نقرس سبدت وقينات سبدن تمادان الانتقاد مسموحة تنتقد أي إنسان مخفني الشك أقش قيج الدولة الحق والقانون مسموحة تنتقد بنادم مسموحة تسمى أتوجه بنادم ولكن بدون سب بدون تخوين بدون شتم من أي نقارث واش يحفظ ربي يا يوزي شك مخنسان بأن ذيني يمكن ثلاثان طوبي صافي غاصر رشيد مثنيا عمان بعد ثينا عمان شين دراري النظني عاود دي انتويربن عمان شين ترين طوبي صافي يمكن
هي المجموع كبير جدا شينا أربعة كني وكذلك يعني يعني المسيرة ناجحة إن شاء الله شي سيتي ميت سماتيري ناجحة وخاذين ربعة دي سامية الزونة تكسران الزونة تكسران اثنين داعن شوف أخويا كريم السير بيوضو ديني وذان داعن الدفاع عن المعتقلين الدفاع عن العائلات المعتقلين اثنين خدمن أجندة التفريقة خدمن الأجندة التفريقة والرسالة قباين متوجهة يعني باين برمان سما قاعد كرشي دار اثنين داعن مراد انك اريزون غاش اريزو ضعيف شويه غاش شويه اريزو ضعيف ثم تمرض تغاش الصوت يضعف شويت عاود يجم واحد تتفش تسقعها من بغاش الريزو يتنقضع شويت لا رخوة ثم مراد ميخسشيني اني يا زون تفريقا نغد تشتيت نشي ناس نوش التاسع ذمانايا ثم راشد ثم راشد الناس ستمت قاعدة باش تسورد شويه ترانسبورت اللي غامضي ني دي بروكسل شي من قرايه في مسوي ثما اني خدم من خد تشتيت ني غدوينات اسنو التاسع ماشي سوقنا بيهم اما القضيه انا عرفني القضيه المختطف تم قرات الطاس خيوذان ازولو مثلا رشيد السلام عليكم السلام عليكم، مازلت أمة كريم؟ الصوت مليح بعداني سري زايد؟ سريع غش مليح إيوا تقور مزوار، السلام عليكم، مازال السلام عليكم يتما مازال المتتبعين، تحية الصمود ثومة مراد، رغم المعاناة، رغم ما رمي من السعداق، مازال صامد، متشبث يتمس المبادئ السجن، تحية أنت، وتحية يشيك ثومة رغم يتسمى الذباب الإلكتروني أو الجيش واو الإلكتروني، خاخي من دار مر مار صحيح كل شيء ذاك وما ذلك قش مصير باش تصيبوا الرسالة تلاقي ماشي تحية أثو ما ترشد ودبرش كي روحش عالريزو وذا يديت بين دانيت والو رشيد النقد لا وسيخت سري دايرو خد لا ولا مش لا الخو مليح الخو مليح هذه تسامح دي جنت سيكون انت رشيد النقد هذه تسامح دي جنت سيكون جوز ما يديش بلابيلا واه هذه اه تسامح دي توري غي جنو مثلا قان زكيكر سكيكر بس او دينهاخ نار بارايس أثو ما تزكيكر لحم والدين مرضي نشاني موشان زيدين هاخ لحم والدين تصل زين غجي تصل قضية يثمث نقي من برا ترانسبور قامين نقاهر قرخو ذي نجن توبيس زيدين هاخ رشيد النار مش واسين غو يجين توبيس واني تاتيت معليك تسمى ذي نشوين المفاهمة جارانا وانت جيشي يثمث نغ وزما ذرحنا هذا شاشد سمش حز زيد يتصل لنا ثومات رشيد العداد اللي يتمثل اتصل ازاي تقرقيس المجهوداتينو دباري غاس نتسعاني وذان ثمانية زما كيس نقلقا غاس مرة دبار نتسعاني وذان زما دون دبار ترانسبورتر هتعني ميجنتنا نورو الزيادة اطرح مستقلين رخو زار غذاني تاتي تيجنتا ومات يقارش ونخص نذي راح هذي التفامشان زيدين هاخ هذي اتصل ذين غن مرني اثا ومات الله يرحم الوالدين ما راغاش دين شي موشان الزج تصل ما يمينش تصل ازاي يث مثنق قاغسنا ودقيتو بيصن عمان شامر هذي نيتو سمات ورم غاهم ذين شي موشان قيث نذذي الكومنتار لحم الوالدين باش هذي سنو شغل نمرا النيق باش اكيوم تصل باش اتف زمان راني ثني ذراحن قان شوي قين توبيس ني توجوه نسنوين يعناني غدوينه نشوى ذا يشقي مين ذا يشقان بلي يث مثنق اذراحن اذ شعشن دي المسيرة شامين قاغي ومثنق الخوة هذي ديساس النمرا
لحم والدين ما راقاش ديني مش نتصل الزاير انخزا قضيه يثمثنا غزيس نتصل هاد طفنا مش ندير زيد دينار لحم والدين يا يثما قنشن معليك نوحد اور النغ يري وانت الجيش هذا يوقع منايا. المهم مسامحة رشيد النغ تفضل تفضل. اما كاين مشكله تا هما تكاريم معليش ما راه تشكايت مثلا غير تقول المجهود هاد المره باش تسنسحني تسمى الشكل النضالي غيوقع عندي باري غنادى المعتقلين الصنادي اللي حال من اجلنا جميعا ما ريت مثلا غير تقول المجهود راجي جميع المدن راه ما تكاريت نتقاد سلمتن زي اسبانيا غا بلجيكا غا هولندا غا فرنسا ما ريت مثلا غير تقول المجهودات ونشتي الثاني تازي بروكسل كذلك ومثال امن كما وعدنا انفسنا ووعدنا الله واخواننا المعتقلين ماني ما يجيش الشكل النضالي الا ونتعبى اس ونخدم خاص باش نجزي الشكل النضالي اجنا العرس نضالي ناجح رانشي نكازاني تطوف بسام زوارو يا عما ويسناين قريب يا عما قيم ديشان 6 7 بلايص ولكن عاد خسرت ايام قادين عاد اي مثلا غادي التحقن راه وني يا عما غيت مثلا خزيوان توربن كيد شان ثلاثه ما يابع عن الطوبيس زائد الطوبيس الزمالين يا عما يا ساني تعالى مستوى بلجيكي تسمى المسيره يا رغم ما يتسمى كشوط ديال الرويضه زي جميع الجوانب نخ الصراعات الوهميه يجي تبان ما بين طرف وطرف اخر باش السرهان تسمى الشعب عارفي ولكن هاي هاد الشعب عارفي واعي وقاري وانت لا شيء يهمه الا اطلاق سراح المعتقلين والعيش الكريم في ارضنا الحبيبه اذمان يا اخي تهمان الصراع الجانبي ما نينش نودي ود الشر مري ما قاعد غادي اللايف قاعد الميساجات اللي زابين واه اخ ميت جنت محمد. المهم شي نقارسني الاخوان داني تعالى مستوى بروكسل نخ المناطق المجاوره قاعدين نجي ستان بلايص غاو ما مزي ستان نجمعها باش نتريزيرفي باش نتريزيرفي ما نكمل صافي تسمى نكسر الاعلان انا عن 11 شكل النخ النضالي غينجحن ان شاء الله ونتمنى الاخوان نخ عاوده داس نجي جميع المناطق المناهج جا مهم باش نسقادي جن الرساله هي ما نغيت جا ندير حبس خمي غزاني ريفيين مونين كي نجي شكل نضالي ضام قران كي نجي نتويزا كي نفوز كفوس مونين صغوين صيوضا ثابرات نسان غير المجتمع الدولي او المنتظم الدولي فرح راني ثني قانا سني ثمث نخ وذي خصمي حنشا عاد قينا كي ثنخ اذا نشي ما علينا غيخلى انصفاح اي ثمث نخ ونشين الفرح من خام قران وهو بطبيعه الحال ناضغ فونزير حبس ناغزان العيش الكريم ديال مواطن واه ليش انت مرات ذي محمد الاماري نش اريد تلبيه نداء ولا احمد واخا ثومتين وهي والديوا تفاش تسكع ضغواني ومثل غراشي اش تسكع وهي والديوا هذه تبول الاشكال هي ثومات تحيه ثومات العماري قد تسكع ثومات السنيت ثومات مراد تحيه انت رمز من رموز الحراك الشعبي بطبيعه الحال اللي خصني غير الكلمه دي مزوره غير حنجاني ما يضحى ان شيء نجد مراد هذا جيني تسمى زمامه العذاب يس زمامه الياس يس زمامه من داش غيني لا مبالاه ولا انسانيه خصي وداني غير الكلمه راه جروبا وريني دي فوند المغرب رغم الحصار خاص بطبيعه الحال روح تو خصك تزور غير النقطه غزا وما تكارم والسيخ انتبه ما سورا واز انتبه سواء انما نقار من توقيع سواء دي الداخل او الخارج باش غا خير غير نظره شامله من توقيع التعامل الدوله مع الحركات الشعبيه وبالخصوص الحراك الشعبي الريفي المبارك المقدس زانيتا مرزاري التينيث فريض النظ اذن فغن امام البرلمان زي ياربان فوندي امام البرلمان اي اربات راه غادي تسمى التقدميين نيز الناس ديمقراطي يتسمى 3 ايام ما 4 ايام ما 5 ايام قبل المسيره باش يتسمى ويتيري النداء ندقين المعتقلين يضحان الحياه نسن ويتيري ديج الشكل النضالي ناجح وذيني بالمناسبه فوند عاوز ينغني يقوكينا سمونن الحراك المغرب نيخ الحراك الشعب ككل فغند الاساتذه المتقاعدين فغند نهارا ذي شيواوا الفاسد مكناس فغند نهارا الور قيمه خسرت ايام المسيره مري غازوني تسمى غازمون الوحده غازخد من فوز مري غازون سمون اللحمه الشعب المقهور يري ود فغنشا نهارا بطبيعه الحال يري ارنان 26 اذلب النداء الضمير الشعب ككل اضف غنغزنقذ باش غاسني الريم يجن التاثير ولكن الاساتذه هي تغنتظم انا كيسان ولكن الصراحه زيرو خاز يساون ويقيم على نشاط نشاخ الاساتذه المتقاعدين اللي خاص نسيور اللي خاص نكخ لان ناومي كاع يزي حمد المسيره ديال الرباط
تغير رغص ديال الاساتذه المتعاقدين الرغص الناس نتس مغيار بات كذا نثني لا جينا رميتي وش الناس ما جينت الناقب تسمى جوان مضاد مضاد ديال الحركات الاحتجاجيه الشعبيه يتسمى بصفه او باخرى اخمي خدم من الالان المخزن لان نزرا نهار الشكل اللي غيدي دي شي شوا الشكل اللي غيدي دي فاز لي مكناس امام الاكاديميه سنين طلقا يتسمى من داش غيني خا ما بقاش جروبا اللافتات شعارات الرواق ديال روستو مبريد البوليس حتى طن الجنح اذا موز اذا مو ترانكير تصوان منيني باش تزوينن العالم الخارجي بان المغرب قادي جن الدوله يتحترم المظاهرات السلميه يتحترم الاحتجاجات يتحترم ولكن هيهات ما خاص خدمة البيا ديقنش سواء يني يفغن امام البرلمان ديار الرباط باش تلقيني تسمى التضامن اقرب على الابلغ يني تحيا ديني أربعين وذان تحيا ديني نور الدين عواج تحيا ديني علال تنيني مدوكر نسك حضا دي المسيرة 20 جوية دي الحسيمة نادينا دانا سير زوزافيغ المسيرة 20 جوية ينا تحيا ثنوسين تزيكا زابلونكا نانا سير مخزن والسعدي ذفور رسائل نشامو غارين درخ بايلة دي المظاهرة أمام البرلمان قاعد زيكا زابلونكا روحن أمام البرلمان قيم نثني ديني الشعارات نسن سواء سن المعتقلين الشكل الاحتجاجي نسن وتحية ثومة نور الدين عواج وعلال وتحية عسال ما راه تحية الدراري ني وخاوان السن السن غادي عالم الافتراضي وها تحية ثني ني ذي يزن روح ديني بدن امامي كوستي بني بارشانان النوضة ذي بارشانان الكاميرات واعلينن المسيرة نخي الوقفة واعلينن وذا عبان وخص الطران وسيند جناس التليكوموند هوش تسمى مقزين هوش تفخ فخ ربيع كرشي معدل اللافته معدلات صوان ربيع معدلين كرشي معدلين وينات اسليني غاسن العصا السحريه نيخ عصا موسى ما تجيني الشيء امو مهور يا حماتي راه مخدوقون عباد الله مره من عيني الزونه الغضرن زي القيمة النداء المعتقلين دينا دان مسيرة وطنية في الداخل والخارج نهار 26 وروخوت نفس الأشخاص تقدم ينذناش ديمقراطي دوينات تراغان دي المسيرة نهار 28 باش ويتمون ويزوز نهار 26 باش تخزاد المجرمين أتفغن نهار 28 دي نهار 2 نشين باباس نحمد الزوزافي العائلة المعتقلين ناصر الزوزافي زي غيد نبيلة حمشي قمار نادان دي المسيرة نهار 26 مسيرة للكادحين مسيرة للمقهورين مسيرة للمعذبين المسجونين المسيرة يتسمى المتواضعين أولاد الشعب والنوي هو غيغس راه غندغى 26 كادناش ديمقراطية التقدميين النقابة النسحاب توريس خدامي الملكية باش تيرع الشعب كانت راه غندغى 28 تراح نغى البرلمان تقن الوقفة غير جوس دياري رقبة نقارسني هيات لن تمروا وتجي تسمى تهدد خكني وانما سنجن العود بسيط وانما الشعب غاسجن الذاكره يعقر يسني لنا نومي دراغان ديار باش تنظم لا اساتذه متعاقدين ولا ينذني فغنديني قارس كني وغاهم بول اراده المصلحه الشعب غاهم الاراده لهم الشخصيه تيرام ثيوريق انه من الانتخابات دي كوان 2020 الجهويه وتيرام خلي الانتخابات العامه 2021 ولكن الشيء نعاق الزاوم الشعب يعاق وني ويعيق نتحاور نصيوض الرساله باش هذه فاق لان اني وصلت من المصلحه الجيب بنسان المناصب بنسان طاوان سند المصلحه الشخصيه ودوسين بون الخدمه المصلحه العامه ثمين جهه وا صحيح مر من النظام رشيد النغج داني غج الاضافه وتجي غاماني اني يوقع نواها بمي راه 26 التسميلو ديال اني غا بلجيك ادي سوني ميقان بوزيان ديال بارسيلونا المهم كمل خوا ورنج تنيز النقطه تو خاصك داسك تم كاروت تسمى من داش غينيخ بوزيان قسن بوزيان وتجيبو على انا ذري الشخص وانما بوزيان ولا بوزيان روخان السوار خميلودا ثاني تا ماريري فين تو غتحبان ميلودان كادا جزران ميلودان سرى الوالدين تغناج الميلودان ورا ميلودا ذي السهرة ميلودان تعرفش تغناج شريفش ليش الشاعران يخليش تعيز خاخ ولكن نهارا ميلودا باش اش مستخدم المخزن كأداة باش تقعد لغا أوروبا غا بلجيك غا بروكسل التاسع نهار 26 نهار الذكرى الأليمة الفاجعة غا ميلودا
كما اني تسمى الصراحه قطولي تزكور وطاس نيايز ديريفيين تمغارين ديريفيين لانك ما تحبش سنيش ميلاي جسم تمواز من غام الغير تمواز من ولكن باش اسم استخدم المخزنه من جنمو شواني دي من الساين زاني الطريز لا نعني رزني لسير مخزن شوخا خشي ذا يفيزنش الويدة ديال القنصلية ذو في ذار الدولة الدكتاتورية وخا خشي ذا يفيزا نعني ما يسمى غاسني جن الوقفة غاسني جن الذاكرة الفاجعة المحسن فكري ناومي تحلم كني والله ونحرم وكاميو الزبر حشاكم واتسكسا غاميلو دا وراش كابو زيان مريغاك الضمير إريس ديال نفس الشيء ولكن المطبلين زوينه ديني نستخدم رقصه هاك نواغاهم بوض ضمير باش هذا ديني خريش ما ميلو داريش كابو زيان هذا هم تيديني خبي صريح العباره اي ما هما قاين ديها الاضراب على التامره بها الابلق 47 يوم ستو ما غون نص رساق رساق دوا ويكوي امان واكوين جمال بوحدو نهار 23 يوم هاك تيتمتى ذي السجن ترجع ثم الطارق مهمه بيضاوي كل التحيه والتضامن ثم الطارق مهم نهار 20 يوم للإضراب عن الطعام واخذين المعتقلين قاين دين يعانون الويلات واخص برخبة التسس كنهار أبو زيان التسس منهار أميلو دا أخفي ذات السنز التذينيث التويذي زراني ريفير باش نتسرهيد باش وتريح البونة الحظة دي الشكل النضالي غيز مسن حشوم عليك عيب وعار وانطلاقا من اليوم نشميلو دا وقيمة غايت كاخي الرس لغا غاري رشاني زرينس مقاطع عقل خوانا يينا باش اتنيني في صارح العبارة ذيني النهورة في النغني ذيني ركون جي ذيني شعان سبعة ذيني خميتير الحمو يتزد الصلاة المليح وجد تسدين مناسبة للفجع عن موت محسن فكري التسس مغابي الجيكي خفي دسن هزت ذيني ثميلو دت التاريخ شتاحو عريش مارتو غانت فتاحة الزيم كإيريفيين اي لم زبالة التاريخ رشم ربو زيان رذيني دغي قعد هولندا لأن ذيني جن فارقة دي قعد هولندا صحيح اخصا خصت عشنا زومات كاريم ذيني جن الفارقة دي قعد هولندا زريق ثوما تنسى يجيتيد يجيتيد ولكن عاد وكي ستس الخشاب باش هذا يوكش يني دغا قاعد غا هولندا راه يني عاود ما راه ينسى الفريق غادي قاعد غا هولندا كذلك ومثال خسابنا ما خاصني السي وراني فضحينا غاني فضحينا وقي من بوديري فيين وتجي وقي من ديري فيين من ناحيه العرق ديري فيين ولكن د الخوانه هنا د الخوانه هنا ولا غزومة كارمينو اقا غنجر فرصه غيايت مثلا خصي يفد المعتقل السابق العماري سيف داقش ديني محمد الهندو زاري فين خميس مبركان وخاوي السور بوث مازيخت مليح ولكن يتعبر يسكوا الرسالة الناس يتضمن المعتقلين اكي خي حضا الشكل النضالي دي فرنسا ان شاء الله ويحطاكيخ دائما وتحيات وتحييخ شك وتحييخ المتتبعين الكرام وعاش الريف عاش الشعب ولا عاش من خانهما اش يحفظ رشيد النغاش يحفظ يا مغنس النق الصمود ثم الصمود الشي نقا نغفو خمين قافوز كفوس مراد النق اجنو ورث النت دا تجينا عجبايا الطاس مي من شر دقه اني غتجي الخلافات الشخصيه اني غدوينا ثني ختي مسرايين ق نستم ويت 13 من يا خيث مثلا سويت مثلا ما يمي الجماهير الشعبيه مش اللي كتو بيساين كاع رشيد النا صور كين غايث مثلا فهمت قارش نشين قان غاك ناسا قان غاك العائلات ونسمح ديما انايا ارحمه توا خون ديث مثلا المهم تحياتي يا رشيد النا غتسيفو مثلا محمد حاجه باينه ما تقيو لا حتى حنا غباري ما يمي الضمير نسني السيور ما يمي قشاش نرحار ما يمي عز خاصني ما تسن عز خاصني نتموانسن شاه نضر من نزيد ناور نشين للوالدين ناخذ الحقراني الاختيارات يا اخي نشاه قوا شنشيني نحغا باري باش نلقى المقابله اني غنفرج ديال المقابله هذه راه ريال مدريد اكبيشيكتاش قاشين انا حنسوي خيز ما غنفقن زير حبس وسرها بالجماهير الشعبيه قوا وانت تبورهم قاشين البشر ولدينا عقل ما نيخص غادي نغدي النقطه يا والتحيه شي تحياتي رشيد النق ورشك تحياتي الصمود من شساعي رشيد النق من قانشين قا الاحرار قامون قاين كفوس شتواري غوما ثنغ رشيد ميس الميدان ضحوا على الريق عماسو دي جبيد بنادم عماسو كوادي بنادم تركيز نسخ القضيه ذاري في المعتقلين العائله تنسن نشينا كان كفوس كفوس المونا رشيد النغ تحياتي يومينو مهم امر قين نغ نهار 26 رشيد النغ يوزيش ايوز هذا ومتينو والمسامحه حيث ما مرنا تشنغور ويجيبو لكم شان نسقان تنفعل لانه واخا ورقته رذوينات قان السوارة مو بكل موضوعيات من يومين زمان من يومين السن مرنا تشنغور وجهي من المسامحه وتحياتي لكم جميعا غيوز شكر رشيد النغيوز الله يرحم الوالدين ثومتينا
مرذو مثلا محمد العماري دي جن واحد محمد العماري قص كيفاش جا ثومة محمد العماري يجن تحية الطم قرنت الأحرار من بلجيك من بينهم ومثلا رشيد ومثلا الوافي ومثلا كريم حارز ومثلا المرابط مراد المرابط قص كيفاش جا ثومة محمد العماري سكدي جن واحد نغني قص كيفاش تسهوي ذا وين خص تقرب التليفون بعد زيد الزيت ديال المناسبة أنت عارف خيا ويا ثومة محمد العمار ما يمينش واش السين خشا إن يرخو عادو مثلا رشيد بلي زي المعتقلين السياسيين السابق على خلفية حراك الريف ستهم غاتسمى تنجح قس كيفاش دا ثومات تليفوني خص تقرب ضمو اسلك ضمو خص تقد اكسبتيوه والو ثومات كيفاش تقداس ريفوز ماشي ان ومثلا رشيد الخو عاد قير خوانن قبانن أما أمين إذا ومد النير خو عاد أم العمد النير من مقان أبو طالب نشينا أبو طالب هو نيتاتيت واستنتجش هذا نيتاتيت خذوا مديو ذر خضار نسيه ثم سويت ما يخسن السن تقل لقاء أثي تقل مشبوهين نشي نجبذا سند جبذي ثند قان غذي الدولة تلحقوا القانون تسمى ما رماني تجشو خوان وإلا ما في دقاث أخذ دنقل إعلام مش نمرض زري ما يثم سويت ما هقاوم فا أكل باللوقي قوة تجيب وتجي ناني تشن حاج تخشن بنادم نيغا انظر مشان بنادم نيغا عماص بنادم مروغاس الملموس يخص وسيق قاي بنادم نغني قاش كذا الخائن قاش كذا خوان سمبرا الملموس فهمم تسمى يثم سويثما ها قوم الخوان انا عارف ها قاين ها وليتاذ البلوقي ونيتاتيت ونيتاتيت السي العمدة اكيس ام حالي ني وني اضرب عاد اضرب عاد ني وذاني جان مشهورين زعما ذاني تحسب اني خفن سن ذوينات تسمى هي ثما سويثما من خصها ذاني خصوها وري واني تاتيت ثومة محمد العماري ما رقش ذاني تاتيت عاود دجن واحد اقاس كي غجد اقوم يخوان الريف وتجمعنا غاوم الحسابات الشخصية كريم مزود الزولة ثومة محمد يوزي شك تحياتي تحية الشيش تحية طوم قران تحية غومة نارات الشيش تحية طوم قران تحية غومة رفيق الدربين ومراد الحموتي الشيش تحية طوم قران شغل أخويا كريم قون شين شوويا قي الله عز مغدنو شخلين شين نواد أوروبا الله عز مغدنو نواد السنين سكفيتين أخويا غايش النقطة تسأل أخويا كريم الزول إيش الجواب أخويا كريم تفضل أمين مرة غاري الأسئلة تف غاري الجواب مين ملا وهي الديوه غايش نقطة الزول حدا شغاي الغير اخذ مواثينو غايش الحقوق تم قرنت مواثينو تما غايش الحق ايش تما غايش نقطة كورينو تما وزما خدت بالصفر من غايب كورينو تما وتي فرص مزيان تي بالصفر وما كريم نشق الزول حدا غير ماشي بين باري ولكن غايب وضويقين غايب وضويقين الإقامة أول حاجة الزول خد حدا غنش الزول حاكي غنش المعاناة يا خي كينجي الدولة وفي ثير تسوجونينس نعم الاعتقالين وخويا تما تسيو صورين ومين غايب قوي تفضل ومين خذ راحتك خذ راحتك باش نشعر الضم قران باش ما يخصش يني غا محمد النغ نشي زمان يا خصني نسن امشي كوما ثنغ مراد اني زرين المعاناه نيشان تفهمني غلا وتجيج بنادم السي عمار ويزري من دين يوقع لا التعذيبات لا وينات هادي خاص يفرض المسائل شك مرات كات تفرض تخافي المساله شك تعيش تي مسرايني من بزز خفيف غاش عازم غمزو فهمتني غلا رانش للجماهير الشعبيه تفضل ثوما تي تحيا اخويا تحيا اخويا كريم لا هو ضروري اش قزو لحظه اش غايش الغير طوم قران خيت مثلا نيتجين غير حبس المعاناه تخصني تكون غير حبس تما ديش تما صومين ديني اخويا كريم شنو نهار اللي اعتقادين ونعم تموت فوق 48 ساعه تحت التعذيب الشديد وتجيبوا التعذيب الشديد انواع النفسي والجسدي والسب والشتم انواع جميع التعذيب ذوقعاي نشكو زعما تومي خي كين قدو لو في تي قشو زعما تغوت تغش كي رد على وجه العاد مادام ربي العالم ني كاين نفسي نوع تاع غير سوق غير نفسي نو نشكو خا الزور يمشي للحال الزور حدا قاش هكا والله تما قومي زغني دعني
مش الزول حدا قاش بغيت نقول فرنسا كتعاون ما تصدقش حيت شكون سي ماشي كاين كنا شفنا شنو دار شي قد زاني زون تعقيب شد ولا في ثقه ما ماشي بنا نغوا في ثقه قد نصبح كي شو جون تنعاود ثاني قلت تعذيب ديال الناس السند اللي ثق خويا كريم ما راكش النقطه شي نجاوب اخويا كريم واش نختي داك الشيء تحيه شي اذن غير النقطه عاود خيني الخواني اللي نعرف مختشوتك اني الخواني نعرف ماشي كيفين جميعا ومن بينهم دنيش تحمل المسؤوليه فين ونيت برا ازيك نجيو برا امغا شكون خصني نستعرف شي باللي عطاوني عارف نفسيون شي حاجه اللي تساوي مزيان نشوف نستعرف شي شكون ينصنو دابا في غاش الحقوق اخذ مواطن الناس غاش الغير اخذ مواطن الناس غاش الغير خيت باش نيتواجد نقاو حبوسات محكومين ب 20 سنه تنسجنوا لنا في ذان حتى ما بين 6 شهور من الحبس يني قوس نستعرف شي وتنزجو شي وتنحلي شي نقص نيت مثلا يني ما غاتجي الاختلافات قويه يني ما غاتجي الاختلافات قويه قال الله يبوسني كماني نسيتي بزاف سنتي والاختلافات النيابه وانا كنفوس كفوس لتوحيد الصفوف من اجل انجاح الحراك الشعبي نعرف انه غادي صامت قوي قوي قال اختلافات النيابه سبعه عندنا شي حاجه زين ولكن اذا نسنتين نسيتي مزكوب زعما نتفاوج نديو يعني نتفاوج ماني ني نسيتي مزك سنقاسيني قاسني اختلافات شخصيه وتمام ليه موختي واش النظره تاع فهمتنا شي حاجه شي نطلب زك ماني ني نفوس كفوس توحيد الصفوف توحيد الصفوف ومخنا ومتنا نصير صحيح الكلمه رخاء ومثلا محمد اش خصها تحظى ذي المسيره ولك تاني عاد واغاشبو ثوريقين اش كنت تديني اللجوء دي اسبانيا ني غلا لا والو تاع شي خشو د اسبانيا هو داك دي بيرجي وقع غاشير المشكل مع لك ستاد اللجوء ياك تفغاش الحق شوش التصريح تحظى ذي المسيره تسمى خوش غير نقطه في كريم شي حاجه صغيره تفضل معليش تفضل خذ راه دابا راك تاخذ نشي الملفينو جا اختي تاع اختي راك سيختي صوف اختي سكوتي زي المحكمه حق المحامينو كثير نسخه المحضر كثير نسخه الحكم سميتها هي المحكمه سيخ ندي كيش الملف كونكا واخا نوشي دانشي غزا نوشي دغاره وبوت قريب الموت ما يسمى بقريب الحياه من اجل بوبري صاحبي بوبري سيتو تما نسيتك اخويا كريم وفين داي بعد من داي هو الحل ضويقتي ذي قيمت تما نجم هو ضويقتي نتيشن بطاقه الخروج الثاني غايقد ساعتك يجيب وغاتصلو ان شاء الله المغرب وين ما نايني ان شاء الله ما وشي نسنتي هو تسمى محمد النقش كتسد القوارب الموت تسد تحاقد تخزير خان الشبابيه مسوي ثم تخزير خا وحنجاير خان ويناث تسمى من يتقزي سوره محمد النغ فهمت تسمى عجبان حار الطاس رميت قاعده تعرف غزاي سنخشك يمكن توزرخ شك يمكن تغ جميع خيت مثلا يمكن تعرفش دا شرف ليا تما سنغيت مثلا ميخيل جار الغيره خارفني وا تسمى اخمي تغوش زريغ يمكن لكم مثلا غاك حقكم مثلا حسن مطاروث قد كيسجن اللايف كيجن كيج لا مارش ديال كاتالونيا نغلا اي مثلا حاشني راه حط شي جناح القنصليه المغرب وزو كيش غاج الوقفه كونكا قرع تخيني ناسيونال انني حتى هو صافي هو حاشني يعني هو ومثلا حسن وني دي جو حاري تسمع وني دي كسور نش هذا الشتيوش فهمت لي وني دي جو حاري والله ماشي عذاك شي بد من غاسك كي شتي فاق زوينه تمسرين تسمع الحمد لله رميت السندي وذندي سبحان الله ني دي ام مثلا حسن ومثلا محمد خل مساله يا ثاني تاتيتا ومثلا محمد مروث تاع شل اللجوء نغوز وثعري مش باللي قشديني غاجديني الاقامه ديال نغوا غاجبول اندريزين دي اسبانيا تسمى نش النصيحه ينوم الاحسن وترحشه ميم مي مرض تفنشك عاود بودا مر ثوسيد تفنشك اسنتيني نشقى تاع اللجوء اش الجن واش نطانش فهمت ولك ثاني ايث مثلا غاقين داني تاتيت غاسن بعد تاع اللجوء لثني تان تسريح خمي توقع شان المظاهرة أبعد نش حضانة كيذي أو مثلا خالد الحج سعيد تغن قيج المسيرة ذي بروكسيل يتال إذن ماني تيرين تا ولكن انت تال لجوء فهمت وش الناس الإذن وش الناس يجن توريق تنا الناس مسروح مسموحة تراحض فهمت توسم منش النصيحة ينو أثومة محمد مرع عذوث تاث شان لجوء ذويناث تمسرايين قاغش توسم من الأحسن هذاش المشكله فهمت لا قش بني ني زوت سنا خويا كريم نعسى هو مثلا كريم ما يجوش النقطه في سنوفي توش ديج النقطه الصميم ولكن خليو ما واحد اخشي نش قالك سبحان قدسي مي غيوقع ما واحد اخشي شكورينو قد يبيك يكون دي بيري خليو واحد اخشي
وينو قاقص يبقى فاوي بعقلينو يبقى فاويس زاقا شنو اي واحد نستعد انه مثلا مواد يجيني نقسم زي ما ميتنا خوز ما ريتو اي واحد ما ميتنا خوز تو شيء خوز ما تنتو شي نقنصوت زيد من بابا وني كينا كي زي سبحانك اخويا خليل اخويا كريم سمحاي اخويا كريم زيد من بابا وني تين تدعو غيث مثلا تدعو غيث مثلا خلينا شما روح لاخ شيء تروزك المسامحة تدعو غيث مثلا زي وني تين اني من غجر فرصة غاسنا ضحضان هو راحنا الحجين بكثافة باري لإنجاح العرس الباري الذي دعا إليه السنديد ناصر الزبزافي ورفقائه في السجون الذلي والعار الذكرى الثالثة للشهيد لقمة العايش محسن فكري تدعو تنسجو الدعوي ضام قاني إن شاء الله هذه يريد تري النجي حتى باح هذه يريد يني من عجل الاختلافة قوية نفوس كفوس هذا سنشح المسيرة الناي وتجي المسيرة الباري وعادة المسيرة النظرية إن شاء الله قد دانيتين غروبا شنقا قناكيسن دانيتين أخويا خليل نشكو جي شنو تيجي الزود ياك اخويا غادي تقعد غير واش نروح عاد واش مير دعم قريب من الموت قد يقعد فيديو تدعو غدا غاس قاسي ما حناش ما غوض ان شاء الله اوروبا نشكو تعقيب واش كامل كاش يحفظ الشي يحفظ الشي يحفظ شو تتوخشي مخي كنا اخويا غادي الشي غا عمود بزاف سوق زني تمسك مزون نصر غادي الدم مهم بزاف كافي سي خي كنقول حياتي نو وتتوخ المعاناه تسكن العائله نو وتتوخ شي محبوسه تنسن كيف يعقل اخويا اخويا اوخذ شي جات ما اوخذ شي اخويا خدي اخويا كريم كيف يعقل اي مؤسسه شي جنيه قد الدوله وفي ذلك النشيد الوطني شنو حبتو زي يقع كتقول النشيد الوطني بزز ني غير نيشي الالفاظ رئيس المعقل رئيس المعقل دي سي جني نيشي ندخل الالفاظ تما غود عد بث نتق النشيد الوطني ني تفكس نشد عند الناس وتقاشي تفكس نش وتجي نشود يعني الحيره كلتي 60 معتقل هذه الناس فنا كيستعملوا عندي ومن بين يوم دنيش نش يوسي دغاي اني الفاظ تما وعد شي تنديد انا اخويا كريم قال لهم بابا ونيتين وتما منيني يتجعانوا بعد شويه والله اخويا خالد تاجر تاجر منيني تاجر بعد شويه ما تتصل تاجر منيني تنكاد كي منيني وديت تما تما جاب المعاناه ومثلا ما تقيتش ني تنقلي انت قيزا كوتي كاع نعيشها اش قال فوض قد وفعل ولا زاد دفعوا عني نعيدهم كنفوض قيمه ديني مهم تاعي في فيسبوك مهم وقع محاولة الاعتقال مهم عليا جو تم نشر الفرار قريب الموت ما يسمى بقريب الحياة من أجل الحرية من أجل الكرامة من أجل لقمة العيش تم ونبغي شي نسمح غير مواطننا وجو واحد تورين وتما تسمح غير مواطننا ولكن فرض نتخنا نقول بزز أي واحد هو شي جا شي نجني يتحب الموت وتجيب واحد يتحب الموت واستسمح اخويا خالد ما منيرد شي حاجه وتحس شي قد زاد هذا الدفاع اللي نوض شي غير من شي حاجه تما هي واستسمح وتدعو لي تما تنقل نفوس كفوسات دون الخلافات جرسان الا اما الخونه والخونه قد قيم الخونه الى يوم الدين قيم الخونه نضمواد الخونه التاريخ لا يرحم التاريخ لا يرحم اخويا خالد اش يحفظ الله تعالى ومثنى محمد اوردي الصامت نش اجنت برات الزيت سرد مش محمد النار نشي ذي اوروبا من تحواجا يوذانا ممكنني ومعتقلين سياسيين خلفي على خلفيات حراك الريف نشي نتراجع الزيف ممكنني واللايفات نشي شنك صارحة وقي مسحسي غي تسمى ريج ذي اللايفات غاي وذاني غاد جار عقار توري غزي ستفدغ تش غاسي مزوغينو امو مثل غموراد ومثل غموراد زقيو ذا النيث يتبع انت وسمى برمي ميك جاشون لايف تسري غاس تسناث غاس يميني قا الرسالة نسمى يمي كنيو تسعدان في مسرائيل فمثني غلا كنيو زما ذا نختصي وضم في مسرائيل النيت وسمى نشمي الستام غا محمد النار تسمى هذا نختص تقم اللايفات كنيو باش غاو نخزا كنيو باش غاو نصنف كنيو ما يمينش شنو غنغذي شنو العلاقه الدانية تاعك المنظمات الحقوقيه اكي سياسيين اكو ناس ما راه غادي نشي المعلومه شنو ناس غاتنت الحوايج زايوم فهمتني ديش قا محمد نوني غلا ما يمي بما لا يجند المهم قا كنيو مرا ثوسيم ذاني تاع تتصاور مزلق مع ني ذوينات نشقيا كيوم نشتو سما تياد كنيو ذي المساله يا ثاني تاتيت ثاني تاتيت مش تغدا سقاري وما تنغمراد ثاني تاتيت ديج الفرصه ينشي ثاني تاتيت ايري في لي تيرين دي الشتات انسنت المعاناه يا كنيو وخاو مكين باش نقور نغلى على وعسى نقور نغى ثومة محمد فهمتني غلا اما مش اللي شكون فعاد خلخاوان المغنيه نشا بالاخص ثاني تاتيت ذي هولندا محمد النار نشي نمي خنركز خوفوس زيرا نرمخزن ذا هولندا
من يعنيو فوسا زيرا هذا دير مخزن دي هولندا أم العمدة إنا العمدة ونيتاتيت العمدة نوين الداري فيه فمن الشي نركز خاص نخيو ذانا واتجي يجن غاس الاختلاف جارس دوينث وش أذركز أخوني لا الخوانا الصح هكا خد من خدمة نسنوس ندي طاري حد رخبة ولكن تاني نشين طارس ندرخبة أمورادنا مش محمدنا نشين نفس ندي المعمعية ثاني تاتي بس ماذا من أي غالي إيش نقطة أخويا خليد سيور سيور المعتقل الفضل واني باش ابن شعيب المحكوم 12 سنه ما حبش قد سن خليك نو باش ابن سنيت كوبري واه اذا رقيك يسنشق المعتقل هذا يخرج شي جنك الشومبرا مو باش نلقى شي نوخ السيستم اللي حبس الشومبرا رقيك يسقي البيت هو انت غير ناين عام يغفض ان سن يقدروا ينوضوا سنتين قلبي الشومبرا ونيتين عاود ديوور نشوف البيت غيروحش المعتقل الفبراني باش ابن شعيب المحكوم 12 سنه بالحبس باقي كيس دي الشومبري الشومبري قلبي تكيس اي كيس اني من عامي غفض اني من عامي غادكم العقوبه انت ناري شي حاجه استثنائيه ناري وقع شي حاجه غفض اني ما غادي يثابك هو هذا اوروبا اني يسوديش الميساج يسحب اوروبا هو الناس انكم المعتقل الفبراني باش ابن شعيب فوس كفوس فوس كفوس حتى الانتصار على هذه الدوله حتى الانتصار على الدوله العامقه يتيشاكم ديز الميساج تما يلقاكم كفوس كفوس قاصدين تما مي غادي الاختلافات قويه ونتين كفوس كفوس فوس كفوس انت انت واخد المعتقل تما 21 فبراير المعتقل 20 فبراير ولكن تما شي تعجب شي حال ما دي تعرف اخبار 180 توقع جروب الاختلافات جاب نيت مثلا نيت الاختلافات جاب سن يبقى ما ما قزاني تين تعجب سير مخزن تعجب سير مخزن نفسك نفوس كفوس ونيتين تدرج نقطه اما تمن لي اختي دقه يعني شي تدعو لها ينات غير السواد كي جاب اخي اسبانيا يتصل بالجزائري ولكن ما عرفش هذا هو واضع رجع واش تسكر شي رقم عاد ما مقابلني عاد يدو شي نقاط وقعد قوس وشيخ شي نمرة هات المانية غاية أخوي خليد والمانية تما زوت سوداء المانية نش على راس والعين ما يحلاش ما شي حاجة أنا شي حاجة أقي على راس والعين أقي بلجيكا أقي طافن أنتوب لوكرن حج ماشي حاجة أنا شي تصريح شي حاجة أقي إذا غتلبي غير الوطني نو الوطن سمو لي محمد تما قنا يعني كاين حتى اخر رمق في حياتنا شي نقول نتعقب شي كامل نقاس الدولار نقاس شي نقول لكم نتعقب شي كامل نقيم الى يومنا هذا حتى اخر نفس في رمقنا والمنياتنا هذو مدخلي تحياتي ومثنغ محمد اش يحفظ الله تعالى خو ورنا يتنيد تسمى ذواني تاي جند المعقول ذي ورنين شي غاصنفق وتجغ غاصنفق غاو ورن وتجمي الزس الغني المهم محمد تحياتي شكو مثنغ ايوز يشكتو سما خصو مود النش ماذاش نغذيني ربعض نايث مثل غوسين داني تاتيت قيمن ولك تاني زارخ شكشك امشيك امو مثل غموراد قكني وعدت بدمتو سما ذيني زارخ تسمى ايث مثل خصو منمس القضية نيشان وتجيوز داني تاتيت غا اوروبا مش جين ربعض نايث مثل مع الاسف الشديد تغدين المعتقل يا ورد داني تاتيت قيمن صافي قوسي ورخ القضية ولك تاني أكوش نج نقطة يوقع نش المحكمة يوقع جل المحكمة نش المحضرين وقود زغشي قابنش تطغى عمود إيش نامك تطغى عمود وقود زغشي توما نعمل يساوين الوكيل كغ الوكيل يساوين الحبس أول جلسة أول جلسة هاي المحكمة من حق غاي الطلب المدولة المحامي طلب المدولة باش يجل المحكمة أو المحكمة يوشي مؤسقان إني ثم نش على قيد الدخل إني محمد العمري أنت متهم بالتهمة تحريض الوحدة الترابية للمملكة المغربية إنسان إني إمد الجمهورية نين غادي كامل عو أتيش ربي أتقيم صامد إن شاء الله إني من مثلتي الثاني تين قتل الانفصال الثاني تين كذا الناس نشطع حقه وش المحكمة الناس وجوه الانفصال ناس ثاني تين الجمهورية الدولة الريفية الجمهورية التي أسسها مولاي أمير عبد الكريم الخطابي 1921 قبل تأسيس الدولة المغربية يعاقب يخص يشيد خص عامين نحبس قخوة ونتين ونتين قاعد غادي استئناف زربة 25 يوم سلام ذكي كسيني عقوبة أحبس نزيو إلى أخطر مجرمين قيق الحق العام أقل قتالة تكافيز يطبيون يباعوجن ذي الشين الماكلة والو تسمى ينخنا بزاف كيم سبايين وتما باش الميساج توظيف انا سنن من ما كنتش نساوي شنو تيش شنو الميساج مني كنت خايف مثل ما قال حتى اما شي نقان فوضى انا قال الحريه نواض واحد الحريه انت شنو هو ميساج نيات باش ما نجي نقرا حبوسات انت تدعون ما تلقاش شي حاجه قاتل تشوي بصميم من القلب
من صميم نقطة بوتي دي قاشية مية وي هو وين يسوفو غير هيدو إخاتي تشوي وين نسد معاناة نغاس ندي نشي قد سمنتي عيش ندي ناي هو يجي كني وما رد نخدم من الحيرة كيف الجنود وخفاء ويني ندي تشوي قد عادة نيا تحية نسجن تحية طم قران إيش بعد قد تحية نسجن تحية طم قران دو تيفهم تما سميزي غان حية تما غير الفوضة تما قاس عاد والو كيس نقاشي تما كنو تستعلم اي حاجه لنا شرف لنا ان نلتقي بكم وشكرا شكرا بزاف تحياتي تحياتي ومن تحياتي شي يحفظها شي يحفظها تغزير خان الشباب خرخرات الشباب ذي مزيان تسمى محقورين ذي ثماه النوم قانا في ثير من دي السوارخ المعاناه ذوينات تمسراين مش نقارس قا أيث مثلا غوذي سنسمح حارف غوذي سنسمح العائلة غوذي سنسمح ولا ولا على حساب حياتنا ثم تبارك منكم واه هاقت بركة منكم قس قاعد غش اللي في تصيون إيش التحية زلت جغمورة ومثلا محمد العماري تسمى قد حس من نثا يث مثلا تسمى زل معتقل سياسي سابق سنتمسم جونس تسنتم كل شيء أزونا الأخ السلام عليكم السلام عليكم تحية نضالية لكل الإخوة اللي كيتبعوا هذا المباشر سامحني تومتينو قد صار غزي تعربت ما كان مشكل تفضل إلا بكون مدن وفهمن شيء فهمن شيء تمزيق مي طارحنا كيدنغ توالن لايفا حتى الا ما فهموش مقبله وهما كيتفرجوا انا كنحيي هاد الاخوه اللي كيتفرجوا بلا ما يفهموا الامازيغيه هادو هما الاحرار اللي يجب ان نمد لهم ايدينا هادو هما الاحرار اللي خصنا نمد لهم اليد ما كيفهموناش وجالسين وكيتفرجوا فالله يبارك لنا فيكم والله يعطي لكم ما تتمنوا ان شاء الله كنقول لهاد الوليد هذا الاخ محمد العمري اللي كان معتقل الله يعوضك على هاد المده السجنيه اللي فوتها في المعتقل والله كفيل باش يرد لك وينسيك في هذيك الالام اللي سببها لك النظام المخزني القمعي ولكن غير بغيت نفكروا بواحد المساله جد مهمه وتري امبورطون المخزن آلة لا تفكر ما كتفكرش فالمخزن غادي ينسى باللي دار فيك هذا الشيء ولكن الله عز وجل راه ما غاديش ينسى هذا الشيء انا نحيي جميع الاخوان وجميع الاخوات اللي كيتبعوا وكنقول لكم الاخوان والاخوات بانه المعركه ديالنا الحرب ديالنا هي حرب المعركه ديالنا والحرب ديالنا ما بداتش اليوم وما بداتش من تطحن واحد مولاد الريف اللي هو محسن فكري الحرب ديالنا بدات لما نعتنا بالاوباش بل قبل من هذيك الحرب ديالنا بدات من صنفونا على اننا مغرب غير نافع الحرب ديالنا بدات لما مات جدنا محمد بن عبد الكريم الخطابي على قضية كنا نتمنى أن يصل إليها وأن يرفع رأسنا ورؤوسنا عاليا بين الأمم والحمد لله جدنا وجد الإخوة ديال الريف لأنني أنا أعتبر نفسي من أبناء الريف والأصل ديالي من بركان ولكم الحكم أن تحكموا إن كنت ريفيا أم لا الحمد لله للتاريخ التاريخ ديال الثورات صنف سيدي محمد بن عبد الكريم الخطابي على أنه أسطورة قتالية لم يسبق لها مثيل المخزن الإخوان لما طحن محسن فكري رحمة الله عليه ما بقالوش بزاف يكمل 3 سنين طحنوا وما وقفش عند هذا الحد أعطى الامتيازات لواحد المجموعة ديال الوزراء حيدهم من المناصب ديالهم باش يكذب على الريافة وخرجهم من البلدان ديال على برا لفرنسا وغير فرنسا
واستمر في التعتيم وفي التضييق على الاخوان. خرجتوا نتوما، خرج السي مراد حموتي، خرج السي محمد العماري، خرج السي ناصر الزفزافي، خرج محمد جلول، خرج احمجي، خرج اداشور، خرجوا واحد العدد وطحنهم مره اخرى. غير هنا الطحن ماشي هو الطحن اللي تطحن محسن فكري. محسن فكري تطحن ولاقى ربه وارتاح من ظلم الظالم، ولو صبر القاتل على المقتول لمات وحده. لو كان صبر النظام على محسن فكري كان غادي يموت بوحده، لان اجله كان محتوما ذلك اليوم. طحن ديال الاحرار اللي مازال مستمر لحد الساعه، طحن بالقضاء اللي كنا نتمناه احنا انه يكون في المستوى ديال التقييم ديال الواقع اللي عاشوه الرياضه، وديال الجرح اللي خلاه الحسد الثاني في القلوب ديال الرياضه. فاليوم في بلاصه ما يجي النظام الحاكم حاليا ويدير امبوسمون ويدير الدواء ويعالج هذاك الجرح اللي خلاه الاب ديالو، جا كيحفر في نفس الجرح مره اخرى ويزرع لنا من الفتن. انا احمل المسؤوليه للنظام المغربي في زرع الفتنة بين أبناء الريف. أنا كنقولها، أبناء الريف ما كانوا يوما من الفتانين. أبناء الريف ما كانوا يوما من الذين يريدون الفتنة ولا يريدون إطارة القلاقل. لا، ما كانوش هكا أبناء الريف. أبناء الريف صامدين خدامين على راسهم، كيتعافروا مع الخبزه ديالهم، كيترماو في الحضن ديال الدوله الاسبانيه باش تمشي المراه باش تهز فوق الدرع ديالها الاطنان باش تجيب لولادها ما ياكلوا ويشربوا. اللي دار الفتنه هو اللي وظف الاله اللي طحنت الريافه بعد محسن فكري ب 3500 سنه تاع السجن. وانا يأسفني لما يجي التاريخ المستقبلي ويتكتب فيه باللي واحد الطفل عنده 6 سنين عيطت له وزاره الداخليه وقالت له غادي نديرك في الحبس. باش تصور معايا الهمجيه ديال النظام المخزني والرقمي، همجيه كبيره. ويأسفني باش يكون اليوم ناس محكومين بعشرين سنة ديال الحبس وما عندهمش الحق في التطبيب في العلاج التام والعلاج اللي ممكن يحفظ لهم الصحة ديالهم. انت اللي راك مرتاح دروك في أوروبا وراك تفكر واش تجي للمسيرة ديال باريس ولا ما تجيش، انا غادي نقول لك باللي داك اللي معتقل راه كيفكر من اللي يخرج من هنا لعشرين سنه الا بقى معتقل وانت ما تحركتش واش غادي يخرج العقل ديالو كامل، ولا واحد عرق عنده محبوس، واحد يدو فاشله. والمثال هو علي المرابط. علي المرابط خرج من السجن الراس ديالو كيميل على اليمين وعلى اليسار بعدما كانت كلماته كتوزن الذهب، خرجوه لنا مريض. والمثال هو حميد المهداوي، والمثال هو ناصر الزفزافي، والمثال هو ربيع. شكون هو ربيع الإخوات؟ شكون هو ربيع الإخوات؟ هذا ربيع ولد واحد الأم خلاه لها باه عنده 8 سنين، كبراتو، رضاتو راجل، عطات له الحس ديال الوطنية الفعلي، قالت له ولدي الريفي هو اللي يدافع على بلاده. ولكن لما خرج باش يدافع على بلاده تشدو انت وديرو في السجن يعتصم ويضرب عن الطعام لمدة 47 يوم اليوم،
وما تشوفش الناحيه ديالو وتمشي مهرويله اللي كتجري باش تعفو على هجر الريسوني في قضيه ديال من؟ ديال الاجهاض الاخوان. انا ماشي ضد هجر الريسوني باش ما يتحسب عليا بانني انا ضد، ولكن انا ضد واحد يسمي نفسه امير المؤمنين ولا يحكم بالعدل. تحياتي الاخوان. راه المسيره ديال 26 راه هي شرفكم، المسيره ديال 26 راه هي رجولتكم، المسيره ديال 26 راه هي الروح ديال الريفيه فيكم، واللي ما وقفش في 26 انا ما غاديش نخونه، غادي نقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، فين هي تاريفيت فيك، وفين هي العلاقه ديالك ببنو مزيغ، وفين هي العلاقه ديالك باللي كنت كتقول انه جدك بالامس. اللي ما خرجش غادي نقول له الله كريم لدوك اللي معتقلين، ولكن التاريخ غادي يسجل عليك. اليوم الاخوان المخزن ولا كيدير واحد المجموعه ديال التلاعبات، وهذه هي اللي بغيت نتكلم لكم عليها. هذه يومين المخزن خرج واحد المجموعه ديال الناس عند البرلمان المغربي فيما سمي بالخرجات الاستباقيه. المخزن خرج مجموعه ديال الناس عند البرلمان المغربي في خرجه استباقيه باش يحفظ الماء ديال الوجه ديالو. اكما رنس هذه حوار خس ملايات شلتشين لو 26 نصمد دي الساحه، نطيح دي الساحه، ننال اول نغ اول الصح ونتعقيب غير وخام ما لا ايتمنى طرح عندي المعتقلات. تحياتي. هل حس الوطني؟ هل اللي غدا يقول لي انا وطني؟ ملي يضروا شويه البرد ويجري يجري للدار، ولا تجي الشتا وما عندوش الضلاله البارابلوي ويجي يجري يقول لك لا انا ما نوقف في الشتا. هذا ما يقولش على راسه مناضل، وما يقولش على راسه حر، يقلب فين يصنف راسه ويقلب فين يدير راسه، لان الرجله ماشي هي هذه الاخوان. هاد المسيره اللي دارها المخزن عند البرلمان كيوجدها باش الا حنا بقينا في الساحه يقول انا سمعت لهاد الناس اللي خرجوا عند البرلمان ما سمعتش عند الشعب. ثم خرجوا كيقولوا بانهم غادي يديروا مسيره نهار 28، المعتقلين قالوا 26، المخزن صافت لنا ناس اخرين كيقولوا لنا 28. انا كنقول لكم الاخوان احنا مسيرتنا يوم 26، تحياتي، وإلا بقات المسيره 28 نكونوا حتى في 28. المهم احنا مسيرتنا تبدي 26، وإلا كانت في 28 نكونوا حتى نهار 28، لان احنا ولاد الشارع. ومن نقول ولاد الشارع ماشي بالمفهوم ديال المخزن، ولاد الشارع بالمفهوم ديال الاحرار والحرائر. المخزن الخوت راه كيصيفط لكم اللي ضربوا البندير في بلجيكا وفي هولندا، صحيح، وحده تغني لكم بشويه الريفيه، وواحد يغني لكم ويضرب لكم البندير والطر، مازال كيعتقد بانكم نتوما ولاد محمد عبد الكريم الخطابي، مازال غادي تسمعوا البندير وخوتكم يتوجعوا في الحباسات. خوتكم راهم في الحباسات، اللي بغى يسمع البندير يسمع له اليوم ويخرج معنا في 26، اللي بغى يمشي يسهر ويقصر يمشي اليوم يقصر وغدا. 26 ديال الرجال، وبنديرنا هو اللي غادي يعلى وهو اللي غادي يحمى نهار 26. تحياتي عيوس. المخزن ايها الاخوه الكرام كيحاول باش يدير بيناتكم التفرقه، كيحاول باش يفرق بينكم، وكانت دائما هذه هي الخطه ديالو، هذه هي الطريقه ديالو. وانا كنقول لكم بان احنا
ولاد شعب واحد المدلول فينا نهزوه بسنينا ونردوه راجل يبني معانا، ما نخليوهش طايح في الرجل ديال النظام، لان النظام هو اللي رد المغاربه دايرين هكذاك، النظام هو اللي بهدلهم، النظام هو اللي خلاهم ما قادرينش يهزوا ريوسهم فيه. وانا نقول لكم راه اللي فرط في الحق ديالو راه بحال اللي عرى المراه ديالو امام الملأ. ترضى انت تعري المراه ديالك امام الملأ؟ شنو هي كرامه الرجل؟ شنو هي كرامه الرجل؟ كرامه الرجل هي لما يستمت على الحق. الحق انا ما كنقول لكش خرج نهار 26 لحقاش قال لك نصر الزبزافي خرج، لا انا كنقول لك خرج نهار 26 لان كلمه الحق هي اللي قالت لك خرج، لان خوتك ما خرجوش للشارع باش يديو لاكريمات، ولو كان بغاو لاكريمات لو كان راهم خرجوا بالحباسات، كان راهم داروا لهم السكوتش للفم وخرجوهم. خوتكم خرجوا على قضيه معينه، واش يعقل تقول لي بان الريف بحاله بحال طنجه ولا بحاله بحال الدار البيضاء وانت عندك نظام عسكره قامعك؟ شنو الفرق ما بين الحكم ديال السيسي في مصر وطريقه الحكم ديال الريف؟ العسكر كيحكم في مصر، العسكر حاضي الصغيره والكبيره في الريف. علاش داير لي العسكر يحضيوني؟ اش كنبان لك انا؟ واش انا كنبان لك بوحدي؟ واش انا عندي شي صبع زايد على خوتي؟ واش انا عندي رجل اخرى ثالثه؟ لا يا اخي، احنا كنطلبوا منكم نتوما احرار وحرائر، ريافه وماشي ريافه، الا كان بيناتكم واحد غدا الماني وهز يده وقال لكم انا صامد معاكم واخا ماشي مسلم، عنقوه وقولوا له انت خونا. الا كان بيناتكم واحد غدا مسيحي ما يامنش كاع، المهم يكون يامن بالانسانيه، بالمبادئ ديال الانسانيه، مبادئ ديال الرجوله الفعليه، مبادئ ديال الكرامه الاصليه والفعليه. اما نبقاو ندخلوا في نقاشات مع فلان وعلان وهذاك دار وفلان دار وفلان دار، اللي بغى يدير شي يدير شي، حنا كنقول لكم انتوما تبتوا على الاصل ديالكم، وانتوما سيروا تزوروا الروح ديال محسن فكري في هذه الوقفات، حكوا في الدبرة ديال الأم ديال محسن فكري وديال خالتي زليخة أمي ناصر الزفزافي، باش هاد الأمهات يرتاحوا ويحسوا بأن ولادهم عندهم رجال يدافعوا عليهم. وتحياتي لكم، والله يرحم ربي الوالدين، وبقاو صامدين وما تسبوش في بعضكم البعض، وراه الدنيا هذه راه كلها تفوت، راه كل شيء كيفوت، راه ما كاينش، راه شي جيفارا مات، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل مات، شي جيفارا مات، كل شيء صاحب فكر ولا مرجعية ولا ما عندوش المرجعية مات، العسكري يموت، الملك يموت، كل شيء الناس كتموت. فاليوم قضيتنا هي قضية حياة ماشي موت، ولكن نفهم معنى الموت ولا المدلة. الموت ولا المدلة تقتضي أنني نخرج، أنني نجي، انني نخسر واحد 100 طورو بالجيب ديالي، 100 طورو ماشي بزاف، نخسرها ونجيب وليداتي ونديهم ونقول لهم ها علاش خرجنا اليوم اولادي، خرجنا باش ندافعوا على الحقوق ديالكم اولادي، ما نجيش بوحدي، نجيب ولادي، ولدي صغير نديرو فوق كتفي كما داروا الجزائريين فوق كتفي، وهذاك الولد يكبر راجل. فإلا انت كان عندك واحد الثقافه ديال تخرج باش تقول راني خرجت، كاع ما تخرجش، خرج لحقاش الايمان ديالك، الايمان ديالك، القلب ديالك قال لك خرج. امن حنا ما خارجينش لحقاش قالنا شي واحد خرج، حنا خارجين لاننا عندنا ايمان بالقضيه، عندنا ايمان بالقضيه، عندنا ظلم جاي على العنق ديالنا خصنا نحيدوه. وملي نقولوا عاش الشعب،
خصنا نحسوها. عاش الشعب، والشعب كان دائما هو الذي يحكم ويسود إذا كانت لديه إرادة. وتحيتي لكم، واش يحفظ ربي إن شاء الله تومات كريم. تحياتي تومات ينو، كل شيء الوقش النغ. تحياتي، ونستناكم نهار السبت إن شاء الله، نتلقاكم في باريس. خوكم الهندوز غادي يكون معكم، صامدين معكم، وانتم صامدين معنا، لأن القضية ديالنا وحدة. كاين اللي مبركان، كاين اللي مدخلة، كاين اللي مبوجدور، كاين اللي مطرفايا، كاين اللي من ما جانا بنادم مرحبا، المهم يجي مآمن بالحرية، العدالة الاجتماعية والكرامة. هادو هما ثلاثة، هادو في حد ذاتهم راك بحال اللي كطالب ماشي بالجمهورية، راه بحال اللي راك طالب إسقاط النظام والجمهورية، ما عرفتش كطالب. إن غير هاد ثلاثة يكفيوك، أعطيني هادو ودير واش بغيت، حكمني بأي اسم بغيتو يا الحبيب ديالي، ولكن أعطيني هاد الصوالح هادو. وتحياتي لكم، وأشي رحم ربي الوالدين أخويا. قبل غا تهوين كنحييك بزاف على هاد الهضرة في المستوى، لحقاش وصلتي واحد الميساج راك عارف على الأخ الهندوزي، حنا الأغلبية كنهضروا بالريفية، علاش كنوصلوا الميساج كيبقى بيناتنا بالأغلبية باش يوصل الميساج للريافة، ولكن أنت وضحتي دابا واحد الميساج بالعربية أنا ما نقدرش نوصله كيما وصلتي أنت، فهمتي؟ أنا يمكن نوصله بالريفية ولا بالهولندية ولا. أنا غادي نقول لك أخويا كريم، خويا كريم، انا غادي نقول لك باللي مور 26 غادي نبقاو نوصلوا الميساج بالفرنسيه وبالانجليزيه وبالالمانيه وبالشينويه وباللغات ديال العالم الاخوان. حنا خصنا العالم يعرف بلي رانا مظلومين، ما الا نبقاو نتكلموا بيناتنا راه ما كاين صلاح. العالم خص يعرف بان كاين الظلم، الناس راه في العالم في الشينوا ما كيعرفوش بلي كاين نصر الزبزافي، بعدا نقولها لكم، ما كيعرفوش بلي كاين المهداوي مسجون. الناس صحفيين تلقيناهم الاسبوع اللي فات كتكلم له كيقول لك لا المغرب مزيان، المغرب مزيان. علاش؟ لان المخزن ديالنا يعرف يدير المكياج. انا عندي خوانا بحال هادو، شوف اخويا الهندور انوريك، انا عنده ها هاد العمده بحال هذا عمده هنا في روتردام، هذا دابا دار واحد اللقاء تعشوا فيه، ها هذا البلوقي، كتشوف البلوقي هذا وهذا زعما مساكين الضحايا، وها هادو هذا حتى هو ريفي مع الاسف الشديد، هذا كوميديان معروف مشهور هنا في هولندا، وهنا كاين شي لعبة ديال الكره، فهمتي؟ ها هما الخوانه ديال الصح، هذا عمده هنا في روسيا. شوف السي كريم نهار اللي خرجوا الاخوان ديالنا في مصر، نهار اللي خرجوا الاخوان ديالنا في مصر، شكون اللي خرج يقول له احنا معك يا رئيس، احنا معاك الرئيس، الفنانه والممثلين؟ علاش؟ لان هذاك راه المغرفه وكلاتو شويه، عنده لاكريما تاع الكار، عنده خمس قطارات ديال الارض عطاوها له، عنده الفيلا عطاو له فين يبنيها بلا ما يخلص بالدرهم الميت. اذا ما تستناش به يكون حر، هذاك حنا نقلعوه من الحساب ديالنا. حنا كنتكلموا مع ولاد الدرويش، ولاد الفقراء، ولاد البسطاء اللي بحالنا، اللي ينوض الصباح والعشيه يدير هكا العرق ديالو ويشوف فيها مليح ويقول الله يخلف ويسلم عليه يدو منا ومنا، هادو هما اللي بغيناهم حنا يخرجوا. اما هادوك خلاهم يديروا خدمتهم، غير الا كنا رجال غادي نهزموهم وغادي نطيحوهم وغادي ندلوهم. لا اتسمح لي انا، حنايا ما نخليهمش يديروا الخدمه ديالهم. علاش دابا هاد الهضره سي كريم، هاد الهضره اللي قلت لك نخليوهم، حنا راه حنا كنديروا خدمتنا باش هما يوقفوا ما يبقاوش، يموتوا من الارض نمحيوهم. ولكن ملي تجي الوقت الصح نخرج. نهار اللي انا غادي نخرج والخور يخرج، هذا اللي كتكلم عليه هاد العمده ولا الخور غادي يبقى يدير هاك من يتمشى، لان يقول لك الرجال فاقوا، لان ما حد حنا ناعسين هما مرتاحين. صحيح، الا بغيتهم ما يكونوش مرتاحين خرجوا. تحياتي لكم ويرحم ربي الوالدين. واخا الله يرحم الوالدين الاخ اليندوزي، اول ديال المستوى. المهم نتشكاو مثلا اليندوزي الطاس قد تزبارك من الصور وتعرفت وسمعت شنو غنقول مشكلك
اك بنادم مش ميك مرض حار يتسند القضية اك ضد الظلم يعزر حق النس زي ونوم قان محمد ستة محمد ستة طلب حق النس يتواجه محمد ستة ذل الأنذال النس من هنا ومثل الحموتي مورا قرخو نشتل التعاليق وذي سنخ الزقع تسمى الأحرار جد تحية الطمقرة ومثل في المداخلة النس يسود الميساج النص انت يسود الميساج النص اللغة استعرف نشوي زعما تيتسولو مش تيدي تسول مش تيدي تسول انت ولكن تاني زعما تيتسولو خصك اللغة النغ يمكن السولاندج يمكن السكرانزج السريفش تا تيتسولو ولكن تاني نشيل وخص يعني انفاق سجيج الحاجز المخزن يتك في الرق تاسو ديال ما سويت ما ثم محمد ضاف سولاج تسقع غرخو اتراخ في الرق تاسو يتقنغ المشاكل لك الاحرار مش نزرايت مثلا غادي ندي الدار البيضاء بعيد سنواها وش مساكين بدا تقل الوقفات صور خناصير بعد الميساج تقند اللايفات صور استعرف نشيخ من صور استريفشت يتغي ما ديني من النجارن وها تسمى نشيني خصنا نغي عجبر حار باللي ديني الاحرار مينا ما يثمثنا غمثنا غي ذي قاعد من الخوعات هادي السيوض الميساج النص عاود سلو غني ماشي لا انت خصنا نركز هاد السيوض ست ساونت ومثلا الحمد لله زوار ست ساونت نسوض سلوغة مختلفة رخوعة غادي هيج نتومات أمازيغ إنش قادي ميتو بيز دينار أقش رخوعة السدف تثنيد عاد الميساجر هذا شمرة أقش تسمى أيث مثنغ وزمتزا أيث مثنغ عاد تقسين تخيموشين شو مش نقار مرضيني عيث مثلا ومثلا أمازيغ الريفي مرا قداني تتتعاد أكيش تتصل في خميغة كمرغ اللايف أكيش تتصل ديريكت قداني تتعيث مثلا ما من شغاري ثلاثة الكيران عمان غاري إجمخ لك هاي النغني أدقق طوبيس مرضين تسعاني وذين أسنو شغ إجن ترانسبورتر أذراحن ولك تيني مرضيني عوض غاوم البلاصة خوان ذيني ذي دينغاق قداني عيث مثلا أسنو شغ نمرك يوم تتصل المهم ثمانية ثم حسن أقشى ذج السك خضاب بن عطاش وتي يثما وقال ميساج قيوض ثم حسن قسك الغش عزوز السلام عليكم السلام ورحمة الله تحياتي الأخ محمد هندوز وتحياتي لجميع الإخوان الأحرار داخل المغرب وخارج المغرب. الأخ ما منين بعد تقدر تعرفنا براسك؟ أنا أعطيك تفاصيل ديالي. أنا تهضر معك بالصورة أنا كازاوي كازاوي جنسية إيطالية جنسية إيطالية مقيم في فرنسا. متشرفين أخي متشرفين. هذا هو السي في ديالي. انا حاجه وحده انا قلبي معكم واخا ما نفهمش اللغه الامازيغيه مي قلبي معكم لانكم مغاربه بحالي بحالكم مي انا حاجه وحده انا الهدف ديالي هو اللي تنطلب فيه تنطلب من جميع الاخوان ديالنا الريافه المفكرين انا ما تهضرش على الناس العاديين بحالي تهضر على المفكرين الريافه اللي بعض الاحيان تنشوفوا لي لايف ديالهم وما تفهموهمش مي قلبنا معاهم يعملوا يد في يد مع المفكرين المغاربة الاخرين يعني ديال الداخل كيف ما تنقولوا لخارج الوطن لان الجالية الوطنية ما غاديش نقول المملكة الجالية الوطنية اللي تتعيش في الخارج يعني المفكرين يعني يعملوا يد في يد لان هما مستقبل هذاك الشعب ملي تنقول هذاك الشعب انا تنقول العكس ديالهم هما تيقولوا طنجة حتى القويرة أنا تنقول من الحسيمة حتى القويرة تنعكسهم تنعكس السياسي المغربي وتنعكس هالك البلاد لأن هذا هو الخطابات ديالهم ديما تيقولوا لنا من طنجة حتى القويرة مي أنا تنقول لهم من الحسيمة حتى القويرة باش نكون أنا معارض لهم بمعنى الكلمة يا ريت لو الإخوان ديالي ريافة اللي ما تيفهموش العربية يفهموني بقلبهم كيف ما انا تفهمهم بقلبي
هذا هو الهدف. الهدف يعني اي مفكر ريفي يعمل يده مع خوتو المغاربه وحنا نطيحوا هذاك الهالك البلاد. لان اليوم وصلنا لواحد الدرجه ما بقيناش نعترفوا بالمملكه، صح، تعترفوا بالجمهوريه، والجمهوريه من الحسيمه حتى للقويره، جمهوريه مغربيه من الحسيمه حتى للقويره. هالك البلاد لا يمثلونا، ما تيمثلناش. شكون اللي تيمثل الشعب المغربي دابا حاليا؟ وهي الجاليه المغربيه. الجاليه المغربيه هي اللي تتمثلنا، وخير دليل. لان لو كانوا بغاو الخير لبلادنا احنا نمشيو معاهم في واحد الطريقه اخرى رياضيه. المنتخب المغربي اللي تيفرحنا وتينشطنا ملي تيكونوا لاعبين، شكون اللي تيمثلو؟ 50% من الشمال المغربي و 50% من الداخل ديال المغرب. هادي احنا مشينا في المسائل الرياضيه، هذيك الرايه اللي هما تيعترفوا بها وتهزوها، انا تعترف بالرايه ديال الخطابي. تحياتي. ما تعترفش بالرايه المغربية. هذيك لا، انا كزاوي الرايه اللي انا كزاوي اليوتي كزاوي وتقول الواقع. هذا الواقع، تقول الواقع. الرايه الاخرى دارها اليوتي، هذا الواقع ديال بلادنا. لان هذا الواقع ديال بلادنا، لان الخطابي خرج باش يحارب، باش يحرر الوطن من الحسيمه حتى للقويره، حنا متفقين معاه، ما كاين حتى شي اشكال. ولكن باش يفرض عليا شي واحد في بلادي، ما غاديش يفرض عليا انا، لان انا تنتمتع بحقوق اخرى، ما تيفرض على خوتي، على ولاد الحومه ديالي، على ولاد الوطن ديالي، اللي هما اللي تنشوفهم تيتعذبوا. انا ما تنتعذبش، مي ولد بلادي تيتعذب، هذاك اللي في الحسيمه حتى القويره تيتعذب. واش ملي خرج الاخ رضي الله عنه الزفزافي باش يتكلم على ثلاثه الحوايج اللي هنا حنا تنحيحوا فيهم وتنوضوا فيهم صداع، ثلاثه الحوايج: سبيطار، مدرسه، الشغل. ندخلوه نعطيوه 20 عام، واش هذا تيتقبلوه العقل؟ ما تيتقبلوش العقل. يعني في هذه الحاله لو كان الشعب المغربي من الحسيمه حتى القويره، لو كون ما كانش مدلول ملي عطاو الحكم ديال 20 عام للاخ الزفزافي والاخوان اللي معاه، كان كل شيء طور ضد هذاك الهالك البلاد. لان لا يعقل، ما تتقبلاش العقلية، ماشي انسانيه هذه، ماشي انسانيه باش نعطيو لواحد الانسان ما قالش كنا قال غادي نطيح الهالك البلاد نقولوا راه سياسه اخرى. هو تيتكلم مسكينه غير على ثلاثه الحوايج: مدرسه، سبيطار، والشغل. عطاو 20 عام، ودابا تيقول بنا هالك البلاد. حنا تعرفوا هالك البلاد تيعطي داك العفو ديالو، تيعطيه غير في المناسبات. وعلاش عطى العفو لهاد السيده هذه اللي خرجت دابا، ديك الصحفيه؟ انا ما بغيتش دا نذكر سميتها وما نشرتش حتى شي منشور ديالها. ماشي سو با كونتر ال، انا ماشي ضدها، نو ماشي ضدها، مي ضد هذيك السياسه ديال البلاد. هذيك قوالب تيضحكوا علينا بها حنا كولاد الشعب. الزفزافي اشنو عمل لكم؟ واش بغى، واش دخل لكم الدبابات؟ واش بغى يخرب البلاد؟ نو، ما بغاش يخرب البلاد، كان تيهضر على ولاد الشعب، كان تيهضر من الحسيمه حتى للقويره، ماشي كان تيهضر غير على الحسيمه، تيهضر على المغاربه كاملين. حنا سمعنا الفيديوهات كلهم ديال، صحيح. دونك هنا تنقولها للمغاربه، ولاد الداخل. ملي تنقول ولاد الداخل يعني من الحسيمه حتى للقويره، خصكم تكونوا رجاله نهار 26 باش نطيحوا هذيك هالك البلاد. عندنا ادمغه، عندنا مفكرين خارج الوطن وكلهم غير ساكتين، وعندنا حتى داخل الوطن وساكتين.
هذوك اللي داخل الوطن نقولوا الله يحسن العون، ساكن بالخفي يدخلوهم السجن. اللي داخل الوطن يقدروا مسكين يدخلوا السجن بالخف، من المفكرين والأدمغة ديالتنا خارج الوطن، من الحسيمة حتى للقويرة، يهضر بالأمازيغية، يهضر بالعربية، أنا ما تيهمنيش، ما تيبان لي ولد بلادي، ما فهموش، مي قلبي معاه، شكون غادي يحكمني في بلادي؟ منين نحيدو لهاديك البلاد؟ ما تيهمنيش، يكون صحراوي، يكون أمازيغي، يكون كازاوي، لا يهم، تيبان لي أنا راه مغربي، ولد بلادي، لأن حيت ملي غادي يحكم، غادي يحكم بواحد اللغة اللي تيتكلم بو بها المغاربة كاملين، اللي غادي يفهموها المغاربة كاملين، ما تيهمنيش شكون غادي يحكمنا، مين قال ما تبقى هذيك البلاد هذيك ما خصهاش تبقى مملكة، خصها تكون جمهورية، جمهورية من الحسيمة حتى للقويرة، سالينا مع المملكة، المملكة سالينا، لأن محمد السادس كذب علينا. أمير فقراء، أمير فقراء، أنت راك أصبحتي أمير الأغنياء ماشي أمير فقراء، لأن الفقراء راه ما عايشين، الفقراء راه ديورهم تيريبوا عليهم، الفقراء راهم تينعسوا في الزنقة، والأغنياء راهم تيطلعوا 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 تيطلعوا. دونك هنا في هذه الحالة خاص المغاربة كلهم، صحراوة، ريافة، كازاوة، منين نقول كازاوة، كازاوة تيمثلوا الداخل كامل، هذاك الشيء ما تنبغيش نفرق، يعني ريافة، كازاوة، صحراوة، عملوا يد في يد، نهار 26 خرجوا في بلادكم، إذا كانت الجالية الوطنية، أنا ما عنديش نقول جالية ملكية لأن ديال المملكة، لأن باقا ما 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 عجبني مملكة. هذيك الهضرة اللي قلتي هكا عجبني بزاف. احنا ما عندناش مملكة، احنا حاليا حاليا احنا حاليا عندنا كريز، عندنا أزمة، يعني ما عندناش مملكة، عندنا وطن صحيح وعندنا شعب، يعني نهار 26 ان شاء الله تنتمنى من الخوت داخل الوطن من الحسيمة حتى القويرة كل شيء يخرج ضد هالك البلاد. حنا ما يهمناش الزفزافي راه في السجن، الزفزافي رضي الله عنه راه عارفنا وفاهمنا وحنا فاهمينه، ولكن خصنا نخرجوا باش نحيدوا هذاك الهالك البلاد ان شاء الله، لان هو المشكل ديالنا صحيح، لان كو كان تيفكر فينا شي، كو كان تيفكر فينا حنا غنفكروا فيه، قبل كنا تنحبوه، علاش قولبونا ديك امير فقراء، مليون ملي تيبان لك خوك تيتحكم بعشرين عام ديال السجن ما نتقبلاش، ودازت سبع شهور ديال لي مانيفيستاسيون الاضرابات اللي وقعوا في الحسيمه، ما تكلم حتى شي واحد داخل الوطن، لا سياسي لا هالك البلاد، شكون اللي تكلم؟ نتسناو حنا ماكرو اللي الله انتخبوا عليه الناس، دخل المغرب باش يدير حوارات مع هالك البلاد، يخرج هو يتكلم علينا حنا كمغاربه، بان راني تكلمت مع ملك البلاد على قبل المشكل ديال الحراك ديال الريف، انو خاص هالك البلاد هو الاول اللي يخرج يتكلم على الحراك ديال الريف، ماشي ماكرو، ماكرو هذيك البلاد ماشي ديالو، ديالنا حنا، حتى شي سياسي ما تكلم، واحد العقون هو اللي تكلم قالك برنا ريافة انفصاليين، حاشا انا نقول لك يا كلب يا حيوان، بان باش يكونوا ريافة انفصاليين، وحنا والدينا ربونا بان الريفي ديرو في جنبك وما ديروش وراك، لان راجل الريفي راجل وتيحب الوطن ديالو، وما غاديش تدوخونا، واخا ما كبرناش معاكم ما غادوخوناش، لان والدينا حنا في الداخل تيقولوا لنا ريافه رجاله، تحياتي اخي تحياتي، واي واحد من الداخل غادي يقول نفس الكلام ديالي على ريافه، نعم والدي
دونك ما يضحكوش علينا، حنا خوت ويد فيد، انا تنعيش معاهم في فرنسا، انا تعرف بزاف، تعرف ريافة عياشة بحال دابا المنطقة اللي فيها انا، تعرف بزاف ديال ريافة عياشة، ولكن الله اعلم علاش عياشة، واش عندهم مصالح لان عندهم مشاريع في البلاد وخايفين عليهم، هذيك المشكل ديالهم. مي انا راه انا وياهم راه حنا تنتكلموا، تيتكلموا معايا بالعربية، خوتي يحبوني تنحبهم، مثل ما تندخلش لهم في الشخصية ديالتهم وفي الأفكار ديالتهم، مي كوطن راه حنا كنا تنحبوه، دونك ما يضحك علينا حتى شي واحد. هنا خصني انا تنتمنى من المفكرين الريفيين، لان بعض الاحيان كاينين لايفات يدازوا بالامازيغيه حنا ما تنفهموش الغالب الله، لان ماشي مشكل ديالنا حنا، مشكل ديال الدوله، لان ما قررتناش الامازيغيه من الصغر، كون قريناها غنقدروا نتفاهموا مع اللي ما تيفهمش العربيه. دونك المشكل ماشي ديال الشعب، ديال الحكومه، ديال هالك البلاد، هادو هو المشكل اللي عندنا حنا، لان حنا ما عندنا لا سياسي، ما عندنا لا هالك البلاد، حنا عايشين غير هكذا، حنا عايشين في غابه هايبه، نعيشوا في غابه، حاجه وحده اللي تتربطنا هو داك الحب ما بيناتنا. انا مشيت لبروكسل ومرتي اجنبيه، ومني سمعوني بان راني مغربي وتنهضر غير بالعربيه راه رحبوا بيا، رحبوا بيا في بروكسل في المسيره. نو انا مشيت غير فاكونس، عادي تنقول لك صافي دابا شي 20 طون، لان انا راه 33 عام، انا 33 عام باش نعيش هنا في اوروبا، يعني كبرت في اوروبا اكثر ما كبرت في المغرب. ملي مشيت انا لبروكسل، بروكسل انا كلشي المجازات اللي دخلوا ما اعتبرونيش بان راني ولد الداخل، اعتبروني انا مغربي بحالي بحالهم. ومشيت لي ريستورون ديالنا واكثريه ديالهم، حتى من بعد عاد عرفت بان راه كلشي ريافه، مي ولاد بلادي، ملي كنت ناكل عندهم كانوا يرحبوا ليا انا بمرتي اللي هي اجنبيه ماشي مغربيه، هذا كان شرف ليا انا ملي مشيت لبروكسل. دونك هنا حنا ريافه بلا ما يبقاو يمثلوا علينا ولا يخلقوا لنا افلام ولا شي حاجه، ريافه مغاربه بحال ريافه راهم جزء من المغرب، وحنا الهدف ديالنا هو هذاك البلاد يمشي بحالاته. شكون غادي يحكم في بلادنا؟ شكون اللي يحكم في بلادنا؟ ما تيهمنيش، يحكم صحراوي ولا يحكم ريفي ولا يحكم كازاوي، ما يهمنيش، المهم اللي تيهمني انا ولد الشعب خصو تكون عنده كرامه ويعبر بحريه التعبير، لان حريه التعبير في بلادنا هي اول شيء، من بعد تجي الحوايج الاخرين. ملي عاد ولد بلادي يقدر يعبر ويقدر يكريتيكي، يا رئيس يا وزير يا ملك يا اي واحد، وما يتسجنش، هذيك هي اهم شيء، من بعد الحوايج الاخرين يجوا بوحدهم. مين خص ولد بلادي تكون عنده كرامته، يهضر على اي واحد من حقه باحترام، ما يدخلش ليه في حياه الشخصيه ديالته، ولكن يتكلم يهضر يكريتيكي على الاخطاء اللي تيعمل، حياه الشخصيه ما تتهمناش، حنا تتهمنا الافعال. صحيح، انت تتحكم، انت مسؤول وخدم ولاد بلادك، ماشي انت تضرب لي انايا واحد اليخت تتعمل 80 مليار والشعب تينعس في الزنقه، ويجي واحد المافيوزي يريب عليهم دار وياخذ الصحه، واش هذا مالك ولا هالك؟ انا بالنسبه لي ماشي مالك، انا بالنسبه لي راه هالك 100%، لان انا اكتشفت بانه ماشي مالك في مستوى، من نهار خرجوا خوتنا في الريف 7 شهور وهو ما تكلمش وما قال حتى شي كلمه، والخطابات ديالو كلهم اللي دازو ما تكلم حتى شي كلمه
على قبل الريف. شكون اللي تكلم على الريف؟ ماكرو. واش ماكرو هو رئيس ديال المغرب؟ اسمح لي، ماكرو يلاه انتخب، وحنا تنعرفوا ليستواغ ديال ماكرو. ماكرو كان خدام في بنكا، دوز عام ديال كوزير الاقتصاد، من بعد انسحب ومشى تيقلب على راسو، دار حزب ديالو، داروا انتخابات نجح، لانكم ما كانتش مع لوبان ضده ما كانش غادي يدوز، والله ما يدوز غير حيت جات لوبان معاه. دونك لوبان عنصريه، داكشي علاش طيحوا لوبان وعطاوها ليه هو. هادو اللي كاين. يدخل انا المغرب، يدخل المغرب ويتكلم ليا انا باسم الوطن ديالي، باسم المشاكل ديالي انا اللي تنعيشها انا في الوطن ديالي، كيعيشوها اولاد بلادي. نو، خصو يتكلم مع هاليك البلاد. عندنا مشكل وقعت في المغرب، خص هاليك البلاد هو اللي يخرج يتكلم. ارجون ارجون، تحياتي باش يكالمي لوزون. yeah. باش هو يكالمي لوزون. yeah. المهم هو اللي خصو يكالمي لوزون. قلت لك الميساج راه وصل. حنايا المغاربه اللي احرار خوتنا، دابا هذيك المشكله اللي كيديرها المخزن بين البيضاوي الرباطي وهذاك وهذاك، خصنا نحاربو. الله يرحم لك الوالدين. انا عجبني الحال بزاف باللي نحاربو المشكل، لان ما كاين لا فرق لا ما بين الريفي، لا ما كاين لا فرق لا ما بين الريفي ولا صحراوي ولا كازاوي. الا كان حور، الا كان حور، فهمتي ولا الاحرار؟ انا كنهضر على الاحرار، انا ما كنتكلمش على العياشه. العياشه شوف، العياشه عندنا اربعه ولا خمسه هما اللي تيهضروا في الفيسبوك، دوك العياشه اربعه ولا خمسه، مي حنا تبارك الله كثار عليهم، اربعه ولا خمسه ما غيغلبوناش. تحياتي اخويا. هذوك العياشه اربعه ولا خمسه ما غاديش يحاربونا. ومن هذا المنبر تنقول تحياتي الاخ سعيد بارصا، العز ديال ريافة، تحياتي اخي، احبوه في الله. الله يرحم لك الوالدين. المهم انا حتى انا عجبني الحال بزاف باللي طلع معايا واحد الاخ كازاوي. دابا حنايا خصنا نعممو، ماشي خصنا نطلعوا الريافه بيناتنا، وها خصنا نعموا الاخوان كازاويين نهضروا باش يوصل الميساج للشعب كامل. تيحاربونا. انا نقول لك خويا واحد القضيه، انا غدا يحيد هذيك البلاد ويجي رئيس، وتكون جمهوريه ويكون رئيس الوطن ديالنا، سوني يسموه مراكش، مراكش ولا يسموها كيف ما بغوا يسموها، يحيدوا ديك المغرب ويديروا مراكش ولا يديروا اللي بغوا يديروا، ما يهمنيش انا، ولكن يكون ريفي، والله ما يهمني، افتخر ونفرح بان ما بقاتش عندنا هذيك المملكه، عندنا رئيس تنتخبوه الشعب. التحيات اخويا، الله يرحم لك الوالدين على المداخله. يمكن راه تعطلنا شويه بزاف، يمكن المهم هضرت بزاف، انا تنهضرت بزاف. المهم ان شاء الله في اللايفات المقبله كنتمناو عاد تدخل معنا، دير الكلمه ديالك، كلمه الحق. حنا خصنا الاحرار هكا بحالكم، كلمه الحق باش بنادم يفيق الشعب. تحياتي على المداخله اخويا، خصنا نفيقوا. رحم والدين، شكرا بزاف، وتصبحوا على خير، وتحيه لجميع المغاربه من الحسيمة حتى القويرة. شكرا اخويا، الله يرحم لك الوالدين. الله يرحم لك الوالدين اخاي. تسمى كاين الاحرار، حسنا حنايا خصنا مش هذيك في الرقطة سود اللي كيدير المخزن، خصنا نعيقوا معاه وعيقنا معاه. لحقاش السنديد ناصر الزفزافي كان كيهضر على هذه المسألة، باللي المخزن كيدير في الرقطة سود ما بين ريفي كازاوي رباطي وهذا 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 وهذا. دابا هذيك اللعبه، هذيك المخطط تهرس المخزن. ملي كنشوفوا الاحرار بحال هذا الاخ كازاوي كيعيش في ايطاليا، طلع كيقول لك انا هذاك الهالك ما خصنيش منه. المهم واحد الانسان حر عطى الكلمه ديالو، بقى
ترى هذه القضية ماشي ديال الريفوهات ديال الشعب كامل، والشعب خصو يفيق. راه عندنا واحد الوقت دابا اللي كاينين دابا فيه، واحد الوقت الى مشى لا هذا الحراك الى مشى لا عمرو غادي يرجع شي حاجة بحال هذه، غادي تستعمرنا فرنسا كيلا راه مستعمرة وصافي. وعلى هذاك الشيء المهم كنشكر الاخ بزاف. وبالاضافه بغيت ندير واحد الاضافه، عندي واحد صاحبي الرباطي، مني بدا الحراك باش تعرفت معاه، جا واحد النهار هو كيسكن في الالمان الرباطي هو، كيفاش تعرفت معاه، جا واحد النهار واحد الوقفه درناها في دينار حدا البرلمان الاوروبي، جا تما جا من الالمان من بون، جا درب شي شحال الاف الكيلومترات باش يجي يحضر الوقفه مع خوتو ريافه، وهذاك الامر كيهمو حتى هو. تعرفنا معاه، واحد الهضره قالها لي الاخوان اقسم بالله العلي العظيم، قال لي الا خرج الرساله ناصر الزفزافي من الحبس هز السلاح، قال لي والله حتى نهزو مسكين ويديرها، ولحقاش انا كنعرفو مزيان. تسمى على هذا الشيء نمشي نهضر شويه الريفيه، تسمى من قاغية ما سويت ما مرة زريم المداخلات اني دي قوم مثل نغزي كازا ومثل نغل قندوزي خو عازي السنة تتي تعاود. تسمى نشيني خس انفاق زي المسألة اني نتفرق تسود نشي المرة دي اني ومثل نغذا كازاوي نغذا فاسي نغذا عرباطي ضحاري تسند القضية قارش كل يوم تقاوم غامر حق رنشي ميزيت انا من تاع الناس زيس نشي خصو نقص شو ما هي ما سويت ما انا هي مهمه الطاس زيس نتاع عمان. القضيه النار زيس نتاع ولا نيت صغيرين في الحقيقه خ المعاناه نسل قال معاناه نعرف المعاناه الشعب المغربي كمل وتجي المعاناه نعرف وات غادي شنو السبب كاد كان ديت مثلا كادو مثلا غبونا صعب كاد مار المختطفين سي وغنا نختم سريش تاني تاتي تسمية في مسويت ما يمكن السيورة الطاس انت قادك اني وطاس خر وقتي يثوشيم مش ذو من نير مش ذو من نير صفحان ريف لايف بونت لايف حاليا تبلع رتني كريمة من وسط بلع ثم تيمزور الريف لحمولي دي نجد سقعد ولك تيني تف باختصار واقا سقعد غشت ابدل شادي هدرنا بزاف الاخ ولك تاني غادي نحاولوا الى ندخلكم ديروا شي مداخله قصيره باختصار باش نبلعوا انا ما كنقمعش حد اللي حر القناه مفتوحه ليه القناه ماشي ديالي القناه ديال الاحرار والحرائر الكامل رانا كنهضروا عاد كان عندي شي القنوات ما كتهضر على التخوين ما كتنشر المعاناه ديال الخوت المعاناه ديال الاخوان في السجون ذلو العار جاو كيهجموها لي ومع العلم كنشوفوا شي قنوات كيخونوا الناس 24 ساعه تخوين المضاد كينشروا غير التفاهات ما كيهضروش على شي حاجه تفيد القضيه وهذوك ما كيهاجموهاش لحقاش المخزن كيستافد من هذاك الشيء واخا انا حتى انا ارسلت لك اخي عبد الشادي انا صفت لك خصك تقلب التليفون بحال هك ما توقفوش هك ولا تاني بحال هك باش دير شي مداخله باختصار باش نبلعوا لايف يمكن هضرنا بزاف تسمى من قاغي ثم سويت ما هادشي نبقى نقدر تاتي صامدون مستمرون وني ذي الجشان غش قديبا ما من قال الحراك المبارك المقدس ثم سويت ما ميضون بقى رمي قيقطو بيساوة اتصل بكي تحياتي الاخ تحياتي السلام عليكم من قلت لي اخد التليفون افقيا فهمت القضية لان السلام عليكم عليكم السلام كي داير اخي العزيز تحياتي المهم على كل حال هذه فرصة سعيدة اللي ندخلوا مع اخوتنا الريفيين رغم انه كما ما كنتكلمش بالامازيغية رغم انهم امازيغي غير بغيت نوجه واحد ثلاثة نقاط ولا الملاحظات اللي فعلا حنا كنشوف انهم مهمين جدا دابا خصنا استراتيجيه والتخطيط مع فوج هذه العصابه هذه دابا جا الوقت ديال الاستراتيجيه بالنسبه لنا حنا كنت كنتمنى علاش الريافه هذاك النظام اللي شفنا عندهم في الريف الريافه منظمين جدا حنا كاينين المعارضين كيسميو بين قوسين
بالمعارضين الداخليين بحال العدو الاحسان بحال النهج الديمقراطي، ولكن هذيك المعارضه ما عرفناهاش فهمتي، كتخرج ما كتخرش ما عرفناش واش معارضه ولا كل واحد شاد على راسه فهمتي. ولكن اللي تلش صدرنا هو الريف حقيقه، هو اللي قلب الموازين. هذاك النظام اللي شناه، هذاك النظام الجميل جدا 7 شهور 8 شهور اللي تعرف عالميا ماشي غير الصعيد المحلي ولكن الدولي، علاش الوقت اللي احنا فرطنا فعلا بقينا كنتفرجوا في خوتنا والمدن كلهم كيتفرجوا في خوتهم حتى 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 اعتقلوهم ومن بعد سجنوهم ومن بعد عذبوهم هاد الحوايج. السؤال من 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 خدناهم جات واحد الفرصه دابا، هذه هي هذه الفرصه هذه باش 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 نعتذروا لخوتنا هذوك المدن كلهم المغربيه اعتذروا الريف انه فعلا خدناك بقينا كنتفرجوا فيك حتى حتى وكلت يوم اكلت يعني نفردوا بك وكالوك وكالو جرادهم بعد كياكلوا بواحد بواحد. اللي بغيت باش ما نطولش عليك باش تخلي واحد يدخل، بغيت ان هذا الريف هذا انا بقات عندي علامه بحال شي بحال تصدمت. كان الريف منظم واحد 7 شهور فعلا طاردوه عذبوه هربوا الناس مساكن اللي خاف خاف ولا، ولكن واش الزبزافي بوحدو اللي كان معطر ديال داك النظام بوحدو يعني هو هو اللي كان قايد داك 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 الاحتجاج المنظم بوحدو؟ ما يمكنش فهمتيني، يعني الناس الريف كان كله كيفكر بهذا عنده عقليه يعني هذاك النظام هذاك الحراك عنده عنده فكر ريفي بصفه عامه سواء الخارجيين سواء الداخليين. باش نرجع للنقطه بغيت نقول لك انا هذا النظام هذا اللي درتوه في الداف في الشمال اللي خرج به الريف خصو يدار في اوروبا. علاش؟ لان الاوروبا عندهم حريه التعبير، يعني دابا في الداخل اي واحد مسكين بغى يخرج يدافع على حقه اش غيديروا ليه؟ غيختطفوه وغيعذبوه وغيسجنوه، هذا الواقع. ما يخلوكش تهضر ما يخلوكش تطالب حقوقك كما بغات تكون، يعني القمع حتعرف لان الا خرجتي طالبتي المغاربه خرجوا طالبوا غيكثروا ومن غيكثروا غيتفضح الفساد غيتفضح غيتفضحوا هما ما باغيش يتفضحوا. هذه الدوله الديكتاتوريه الاستبداديه. انا بغيت هذه الخلاصه بغيت الريف بما انه هو هو بين على الساحه انه منظم وفعلا منظم جدا. الريف اوروبا ينظم الجاليه ماشي يقودها، ينظمها ياثرها. والحركات ديال الريف او التظاهر ديال حرك الشعب المغربي بغيته هو ينظمها، انا شخصيا بغيته هو ينظمها ماشي يقيدها، ينظمها وياثرها. لانه نتوما خديتوا واحد التمارين في الخارج وفي التظاهرات وفي الاشياء، فبالتالي انتما اللي غتستقطبوا من الداخل الاخرين من المدن الاخرى، انتما اللي كترتاحوا ليه اللي كتشوفوه ماشي خائن، ضروري تحتاطوا من هذا البوينت. ولكن باش تبني واحد مشروع للشعب المغربي، الحراك الشعبي المغربي، تسميه الحراك الشعبي، ما بقاش حراك الريف، الحراك الشعبي المغربي. معنى بغينا كلنا نتحرروا، الشعب المغربي كله بغى يتحرر. وهذا خارج الزبزافي، تسمح لي نقطع لك ناصر، الزبزافي كان كيخاطب الشعب كامله، راه كيقول له ماشي حراك ديال الريف وها، ولكن كان كيعطي اشارات للمدن المناطق المغربيه كامله، كيقول له هذه فرصه لينا كاملين باش نتحدوا باش نوضوا نغوتوا على الحق ديالنا. ولكن مع الاسف مع البدايه كنا كنشوفوا شويه التضامن، ولكن مع الاخر شفنا كل شيء الخوت رجعوا للدار. المهم تفضل كمل فكرتك. تحياتي. وفي نفس الوقت كان الزبزافي كيحفز المدن الاخرى باش تخرج تدافع على حقها، تيقول احنا خرجنا دافعنا على حقها، خرجوا انتوما تدافعوا على حقكم. وكان كيتضامن مع كان كيتضامن مع المدن كلها بدليل انه تضامن مع سميتو مع حموده، تضامن مع تضامن مع حموده اللي كتعرف حموده ولد اسمي ارشفوه مسكين هز واحد الاشاره وضع. يعني حمو الزبزافي كان كيشوف المناضلين وكان كيتعتقلوا ولا كيتخطفوا ولا كيتعذبوا كيتضامن معاهم. انا بغيت غير هذه النقطه هذه ديال حراك الريف في البرا ينظم الجاليه المغربيه، ينظمها معنى انه احنا ما خصناش هذه الحركه ديال الخرجه ديال 26 فقط وندخلوا سوق راسنا ولا كل واحد لا فوالا، هذه الخرجه هذه غتكون البدايه تاع الحراك الشعبي، معنى انه التاطير والتنظيم. رجعوا الفكره تاع عبد الكريم الخطابي، عبد الكريم الفكره تاع عبد الكريم الخطابي القوي اللي المغاربه تاريخيا كيعترفوا به وكيعزوا العالم كله كيعزوا انه استطاع واحد القبائل بالفكر ديالو، عنده فكر جمع كل شيء. انتما كذلك
لكنتو لكن عبد الكريم الخطابي بالنسبه لنا حنا رمز المقاومه، خذوا الفكر ديالو، الفكر ديالو انه وحد القبائل كلهم، معنا دابا نتوما غتوحدوا المدن كلهم على فكره واحده، على مشروع واحد. المشروع واحد راه هو التاريخ يعيد نفسه، نفس العصابه اللي اضطهدت الشعب المغربي من زمان، من الاستعمار الى دابا راه هي نفس الوجوه، كيتغير لها الشكل ديالها، يعني التاريخ يعيد نفسه. يعني بمعنى انكم نتوما في هذه الحياه لابد واحد كياخذ واحد المبادره، لابد واحد كيكون هو القدام كيسبق، خذوا هذه المبادره، نظموا الجاليه المغربيه كلهم اللي باغي التغيير الجذري في المغرب، التغيير الجذري ما بغيناش ترقيعي. حنا قدامنا واحد العصابه خصنا نسقطوها صافي، صحيح خصنا نطيحوها، لانه باش دير الاصلاح خصك التغيير هو الاول، وعندك واحد الحجره في الطريق خصك تحيدها، عاد باش كتبني، عاد باش كتبني الدوله المدنيه الديمقراطيه، نطيحوا العصابه ومن بعد عاد باش نبداو نبنيو الدوله المدنيه اللي فيها السياده للشعب. المغرب ما عنده سياده، هذا معروف، ما كاين السياده. اذا كلنا كنترجى حراك الريف يتضامنوا مع جميع الجاليه المغربيه، وهما يأطروا وما يخليو حتى شي خائن يدخل معاهم، حتى شي عياشي، بمعنى يفتحوا صدرهم لجميع المدن المغربيه، كاع الاحرار يجمعهم ويدير واحد المشروع مزيان واضح اش بغينا. راه باقي المغاربه تالفين، راه باقي راه تشوف الشعارات، شي كيطلب هادي شي كيطلب هادي، لازم يكون واحد المشروع عنده رؤيه ديال التغيير الجذري. بالنسبه لنا حنا هذاك المشروع اللي غتحط الحركه الجاليه في الخارج هما اللي غيمشيو عليه، المغاربه كلهم بالبنود ديالو، بحال اللي دار في الملف المطلبي اللي داروا الزفزافي، يعني كانت خريطه واضحه، عندها البنود، عنده الميثاق، عنده كل شيء، كل شيء واضح، المشروع معروف اش باغي، كذلك الحراك، كذلك الجاليه المغربيه في الخارج. هذه كل ما كتحرك في برا غيتحركوا الداخليين، كل ما كتحرك برا غتدخل، لانه الداخليين مساكن مقموعين، ما يقدرش يهضر حتى شي واحد، ما يقدرش يهضر، اللي غيهضر غيهزوا غيختطفوا. فهذه البادره احنا خصنا نستغلوها، هذه هي النقطه اللي بغيت نقولها لاخي. رجاء من اخوان الريف ينظموا، ماشي قيد، ما عندناش زعيم، ما عندناش قياده، ولكن عندنا تأطير، نتوما واعرين في التنظيم والتأطير، معنى انكم تنظموا الشعب المغربي وتعطيو والشعب المغربي كله معاكم يبني واحد الرؤيه، واحد المشروع صحيح للتغيير في المغرب. وحنا بغينا تغيير جذري، ما بغيناش تغيير ترقيعي. وهذا الخرجات هذه يخرجوا كل اسبوع، اما نظموا السبت والحد ولا الجمعه بحال الجزائريين تماما بحالهم، كل جمعه. ولا شوفوا نتوما في اوروبا اش الوقت اللي مناسب الجاليه الاوروبيه، شنو الوقت اللي مناسب، واش السبت والحد ولا الجمعه، وتختاروا دائما يخرجوا، والداخليين يختاروا الوقت اللي مناسب، اليوم اللي مناسبهم تاهما، نتوما تختاروا الوقت اللي مناسبكم في الخارج في اوروبا اللي مناسب الجاليه، والخارج الداخليين تاهما نفس القضيه، نفس المنوال، يخرجوا بالوقت بالنهار اللي مناسبهم. بهذه الطريقه هذه غنضغطوا بهذه الطريقه، حتى ما يكونش عندنا مشروع وما تكونش عندنا رؤيه باقي ما وضحاتش، يعني كل واحد كيشرق شويه وكيغرب. بهذا الاحتجاج دائما كل اسبوع بحال الجزائريين، زيتوت كيبداو يخرجوا الناس، كيبداو ينظروا، كيبداو يخرجوا الناس كيقول لك راه الحركه خصنا نديروا، كتبدا تبنى ديك الرؤيه، هذاك المشروع الحقيقي اللي بغيناه، باش صافي نتخلصوا من هذه العصابه هذه. هذه العصابه هذه خصنا نتخلصوا منها، والعصابه على راسها الاول هو الملك. فهمتي علاش قلت العصابه على راسها الاول هو الملك، وهي راه عصابه، هي راه عصابه، وراه المغاربه عارفينهم، الداخليين والخارجيين عارفينهم بالاسماء، عارفينهم بالاسماء وعارفينهم بالفساد ديالهم والادله ديالهم. اذا بلا ما نكذبوا على راسنا، حنا نقولوا نطيحوا العصابه، الا كان المشروع نطيحوا العصابه، نطيحوا العصابه اللي خايف. فبالتالي هذا المشروع ضروري تبنى، وانا كنترجى الحراك الريف هذيك، هذا هو لانه خصنا نطلقوا من المعطيات اللي عندنا. حنا ما عندنا حتى شي اش من المعطيات اللي عندنا، حنا عندنا المعطى الوحيد اللي حقيقي هو حراك الريف في اوروبا. هذوك الناس منظمين، هذوك الناس مأطرين. اذا غنمشيو لعدل الاحسان، لعدل الاحسان ما راهش ساكت، جامع الطمر، هما منظمين، لعدل الاحسان منظمين، ولكن راه جامعين الطمر راه مساكتين، فهمتيني، جامعين ما تيتسناو، رغم ان الدين كيقول لك انصر اخاك سواء كان ظالما او مظلوما، هما كيتفرجوا فينا. انا ما عرفتش علاش كيتسناو، ما عرفتش هذوك الناس علاش كيتسناو، واش كيتسناو حتى يتقلب عاد باش يجي يدخلوا بفرص انتهازيه ويحاولوا يركبوا على الحراك وياخذوا مساين. المهم رجاء انتم عندكم خريطه، عندكم تنظيم، استغلوا التنظيم ديالكم، جمعوا خوتكم بهذا المعنى، هذه جمعوا خوتكم وخذوا المبادره، فهمتيني، راه خوتكم المغاربه الداخليين كيتسناو الخارجيين يتحركوا، هذه بلا مار. شوف راه الزفزافي من مسقط البيعه
وخلع الجنسيه راه دليل صافي النظام ما بقاش عنده معاه. انا بالنسبه فهمت الرساله انا وما قالهاش الزفزافي. الزفزافي ما غايقولش لك الداخل اسقاط النظام واش تكد صادر الزفزافي لداخل غايقول لك اسقاط النظام راه غيقتلوه غيفنيه وغيدير ليه شي المهم غي عطاك شفره عطاك شفره قال لك طيحت البيعه سقطت البيعه وسقطت الجنسيه وفهم اشنا هي الوثيقه بينك وبين الدوله واضح. واضح واضح يكذب على كدرك كيخبيه ولكن هي رساله رساله. فبالتالي بالنسبه لنا حنا المفروض مش دخوتنا للريافه كنا كلنا نتشدوا كنا صافي نقلبوا الموازين ولا بقينا كنتسناو 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 هذا خذلان هذه خيانه. تجا الوقت اخي العزيز الله يجازيك بخير انتم الريافه حنا راه كنا انا من كازا من الدار البيضاء انا عايش في الولايات المتحده الامريكيه ولكن راه اللي كيقرا التاريخ واللي كيبحث وكيقلب راه رمز المقاومه في المغرب راه هو الريف وراه حنا نعتز به ونفتخر لكن جا الدور دابا راه نفس القضيه دابا راه نفس القضيه غديروا راه دار عبد الكريم الخطابي جمعوا المدن جمعوا المغاربه الله يجازيكم بخير في الخارج جمعوهم والتزموا واستمروا وخص يكون عندنا النفس طويل لان الماراثون طويل شو الجزائريين 35 جمعه ما كيعيوش وسبحان الله كل جمعه كيزادوا وعي وكل جمعه كالتعبئه كتزاد علاش لانه كاين زيتوت كاينين كاين حركه رشاد كاينين الناس كيأطروا كاينين الناس كيهضروا كيتكلموا وهدموا جدار الخوف المغاربه راه خايفين داخليا ماشي برا راه كيهضروا اما الداخلي صافي. اذا الله يجازيك الكره عندكم كما كيقولوا خذوا المبادره نظموا الصفوف فكرونا عاوتاني في 7 شهور ديال الحركه الريف ديال اللي دوزتوها فكرونا بها وحنا ما نخذلوكمش ابدا هاد الدرس خدناه لن ناخذ لكم ابدا اخي العزيز وتحياتي واسمح لي الا طولت عليك تحياتي اخي العزيز لكن عندي الشرف كبير اللي دخلتي وعطيتي الرساله ديالك تسمى ما فيها لا نفاق لا هذه لا هذه لا اخي العزيز رساله لا. واضحه للشعب لا الشعب الريفي ولا الشعب المغربي الحر في المكاين ما فيها لا نفاق لا دوز لا خلي لا وان شاء الله صدقني اخي العزيز راه غير تبداو نتوما تنظموا الصفوف ديالكم كما درتوا في الريف وتبداو تخرجوا بهذوك الشعارات الرائعه وفداك النظام بهذوك الجاكيتات الصفر منظمين قد اقسم لكم بالله غيتبعوكم المغاربه بزاف فهمتيني وغايد الضغط اللي حنا كنطلبوا من هذاك تحت هذاك النظام غايد هذاك الضغط الحقيقي المغاربه غيبدا يشوفوا غيبدا الاعلام يهضر غيبدا يخرجوا لنا شويه بدا يهضروا المنظرين غيبدا يخرجوا غيبدا يتحروا لنا شويه غيبدا يتحروا بدا يهضروا سواء داخلين سواء خارجين وهنا غيجي المشروع اللي بغينا حنا اش بغينا في هذاك المغرب هي صحيح دابا نقول لك الاخ دابا المشكل اللي كيعاني به الريف قرا ماشي غير حنايا اللي كنعانيو به راه كان كيقالها السن ديال ناصر الزفزافي نعم نعم اللي كنعانيو به كنعانيو كلشي بها المغاربه نعم الله يفوت ديالو كان تما فهمتي لا نعم الزفزافي ما كانش كيقصي حد لا بيضاوي لا كانوا حنا خوتنا تما بيضاوة كانوا كيجيو بالعلم اليوطي واخا ضد هذاك العلم كانوا كيخليوه قال له خلي الدراري كانوا حضروا في المسيره فهمتي ولا دابا تسمى تسمى اللي كنقول لك الاخ ديالي الميساج ديالك راه واش فهمتي النقطه اخويا النقطه هو انه باش نحلوا شي معادله كنطرقوا من المعطيات اللي عندنا المعطيات اللي عندنا في ارض الواقع ماديين شي حاجه ماديه لمسوها هذوك المعارضين الداخليين راك عرفتيهم معروفين بالنهج الديمقراطي والعدل والاحسان هذو اللي معارضين للنظام راه مساكين جامعين طما عرفتي واش كيتسناو اش بقى لنا الريف من هجموا عليه واعتقلوه واختطفوه اللي هرب واللي بقى ولكن راه الريف شتات الريف منظم لبرا منظم عنده الفكر ديالو فهذاك الفكر هو اللي كنقلبوا عليه حنا هو اللي ينظم الشعب المغربي ويسميه الحراك الشعبي معنا فيه كل شيء المغاربة كلهم وانتم بالنسبة لكم بالنسبة للمغاربة أهم مهم هو المشروع الرؤية ستكون عندنا رؤية تغيير اش بغينا احنا أنا بالنسبة لي شخصيا الفساد بين العصابة بين لما تحيدات تلك العصابة شوف الجزائريين عندهم شرذمة الجنرالات وحنا عندنا شرذمة المخزن ياك هما عندهم شرذمه الجنرالات وحنا عندنا شرذمه المخزن الا حيدنا ديك شرذمه المخزن راه غنديروا دوله مدنيه يسود فيها السياده للشعب ما حيدناهاش يكذب عليك الكذاب راه غيعطيونا غير تحسين شروط العبوديه صح غيعطيونا فهمتي حنا ما بقيناش بغينا هذيك شروط العبوديه ما تلوح لي مستشفى هنا وتلوح لي مدرسه هنا وتقول لي بركه اسيدي لا هذوك اللي شفروا اللي نهبوا الثروات ديالنا هذاك المال العام ديالنا خصو يدخل حتى واحد ما يقرب ليه هذاك مال الشعب فهمتيني خلينا من داك الحلول الترقيعيه ديال بشويه بالتدريج لا خو الفاسدين ضروري اردوغان ضرب على يد الفاسدين
اي رئيس اي تغيير في البلد ضروري تضرب عليه الفاسدين، ضروري صافي وقف الناب. اذا هاد العصابه المغاربه عارفين هاد الداخلين وخايفين يقولوا السميات، انتم راكم الخارجين حتى حنا عارفينهم وعارفين بالسميات والادله، غنحطوا هاد الشرديمه العصابه هادي تسقط تسقط تسقط، فهمتيني؟ تسقط نهار غطيح نهار حنا غنتحروا، لازم من الضغط. وكنتمنى اخويا تاخذ هاد الرساله، الله يجزك بخير، مادام انت كتهضر بالريفي راه بحال 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 سعيد 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 باصير سعيد بارسا، انتم الوحيدين اللي غتلعبوا دور كبير باش 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 تخلقوا واحد الجسور بينكم وبين المدن الاخرى. يعني ما تبقاوش مكمشين على راسكم بوحدكم ما غدير والو. هذا هو اللي بغيت نقول لك، الريف بوحدو ما غيدير والو، خصو ضروري يجمع خوت، ولكن بشرط الاحتياط واجب، وتدخلوا غير الناس الاحرار اللي كتحسبوهم نتوما باش تبنيو ديك الرؤيه الصحيحه. الرؤيه الصحيحه ضروري خصها تبنى. اش بغينا المغاربه؟ وتهزوا الشعارات، شعارات موحدين. دابا هاد الخرجه هادي غيخرج فيها شعارات مرونين، ولكن ماشي مسكين هل اللي غيطلب اسقاط النظام، هل اللي يطلب الحريه والكرامه، المهم. ولكن انا كيبان لي كاع اللي ضد هاد الفساد ما كاين مشكل. فوالا دابا في هاد الخرجه الاولانيه كتدريب، هي كتمرين. الخرجه الاولى غير تسخين غير تمرينات، من بعد ان شاء الله غتبدا تبان الرؤيه بشويه بشويه، مشروع بشويه، والمغاربه غيبداو يتفقوا على واحد التغيير جذري حقيقي. لان المغاربه باقي شي واحد باغي الملكيه البرلمانيه، شي باغي الجمهوريه، فهمتيني؟ انا بالنسبه لي باغي المسؤول، عطيني مسؤول نحاسبه، حط لي مسؤول سميه كما بغيت تسميه ولكن نحاسبه. راه ميل في المطلبي هذيك المحاسبه صافي، عطيني واحد مسؤول بحال في الولايات، عطيني واحد اللي مرحبا اي واحد باغي ياخذ الحكم وباغي يدبر ويسير شؤون الشعب، ولكن بشرط الا بغيتي تدبر شؤوني نحاسبك صافي. كل بغيتي مسؤوليه بغيتي السلطه نعطيوها لك، حتى شي مشكل فوالا، الا زلقتي نحاسبك ونستقلوك ونحيدوك. حنا ما نقدرش نحاسبوا الملك والعائله ديالو، اذا هذا الديكتاتور، هذا هو الديكتاتوري، ماشي الا ما قدرتيش تحاسب الشعب، الا ما قدرش يحاسب شي واحد، ما قدرش يحاسب الحاكم، اذا راه انت تحت نظام ديكتاتوري مستبد صافي. هذاك النظام المستبد خصنا نوقفوه، فهمتيني؟ وهذا هو باختصار وجيز. انتم نعولوا على الجاليه شتات الريف، لان كنتم عند القضيه بحال فلسطين، رفيع انتم يعني النظام، هذاك النظام، هذاك العصابه يعني كتنتقم جدا جدا، حتى الطريقه باش دار، شوف الطريقه باش شتو هذاك 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 ما يسمى بين قوسين برئيس الدوله، الوقت اللي خوتنا مساكين تشدوه هزوهم في الطيارات وبداو كيغتصبوهم في السجون وكيضربوهم وداك الشيء، اش دار هو؟ هو جا الحسيمه باش وبدا كيمشي مشى الحسيمه، الناس كانوا كينتظروا مساكن الرياف انه يخرج اش دار لهم؟ هو كيتبحر كيعوم كيلعب تتزحلق يعني في الماء، هذه ما كتصورش، هذه ما يعني واحد شوف، هو بالعكس اي حاجه بغاها الشعب هو كيدير العكس ديالها، اي حاجه بغاها الشعب المغربي كله كيديرها، هو قالوا ليه لا هالفاسدين هفلان، هو كيرقيهم وكيحطهم، هذا دليل انه هو عكس التيار، هو ما كيخدم الشعب، هو كيخدم المصلحه ديال الاسياد ديالو المستعمر الفرنسي، وكيخدم المصلحه ديالو باش يبقى في الكرسي، والخدام ديالو اللي دايرين به صافي. دوك الخدام راك عرفتي هما دوك الموظفين والحكومات والوزراء، هذوك المستشارين، دوك هما الخدام ديالو، والشعب المغربي مطحون 75% مطحونه. ما تنساش راه كاينه واحد الفئه شريحه كبيره ديال اللي كنعولوا عليها تاهي، هي ديال المطحونين، 65% ديال المطحونين، هادو اللي ما كينتخبوش، ما عندوش مع السياسه ما والو، كارهين لها، هادو تما غيخرجوا من غتنظموا راسكم نتوما، راه هادو تعولوا عليهم الداخلين باش يخرجوا، وان شاء الله الخير من غير ما نهبطوا للشارع بحال الجزائريين وصافي والتزموا، صدقني غيبدا هذاك النظام يترعد، غيبدا يقلب غير مع من يريح، هذاك الساعه حنا غنعرفوا واش غنديروا معاه. وتحياتي اخي العزيز، تحياتي الاخ ديالي، كنشكرك بزاف على هذه المخدمه، استفدنا معك شي شويه، وصلتي الميساج للخوت الاحرار في المدن المغرب كامل، المهم الميساج وصل، وان شاء الله في المستقبل اللايفات فوقاش ما درت شي لايف كنقول لك مرحبا. لا لا ضروري، شوف راني شفتك كتهضر بالعربيه شويه وبدخل معك، هذه دخلت معك قلت يفهموا خوتنا، المهم اللي فهموني غير 10% من الريافه بالعربيه راه غيقدروا يترجموا، لا كيعرفوك كيف بالنسبه للداخليين، نقدروا فوالا بالنسبه للداخليين نقدروا ظروفهم الحركه ديالهم غيكون شويه في واحد الشعارات، ماشي بحال الخارجيين، حنا غنهزوا اللي بغينا، فهمتي اخويا العزيز؟ نهزوا اللي بغينا، اسقاط النظام، اسقاط العصابه، المهم حنا حرين نهزوا اللي بغينا،
غير ما يدخلش معنا الخوان والعياشه. اللي ما باغيش تغيير جذري ما يدخلش. شوف المرض الحقيقي فين كاين؟ كاين في الدينامو، كاين في الهيكل، كاين في المحرك تاع السياره، وراه هو النظام الحاكم السياسي. هذا هو راس الفساد في المغرب، هو النظام السياسي الحاكم. اي واحد كيعرف المرض من تما جاي وبغى يغيره مرحبا به. اي واحد ما كيعرفش المرض من جاي وما كيعرفش ان النظام خصو يتغير ما يدخلش. هذا ما ضروري خصو يكون عارف ان النظام في المغرب فاسد، وان الملك فاسد. الشيء اللي ما قالش الملك فاسد يمشي بحاله، اللي ما قالش النظام فاسد يمشي بحاله. صافي، اي واحد من هذا الشط يدخل. اللي قال لك الملك ماشي فاسد الله يعاوني وعاونك، اللي قال لك النظام ماشي فاسد قول له لا، لازم ديروا معايير باش يدخل معاكم الوحدين. والشعارات تهزوا اللي بغيتوا، لكن الداخلين مسكر ما يقدروش يهزوا اسقاط النظام الا القليل، الا ما رحم ربك راه ممكن ما يقدروش يهزوه، ولكن غيهزوا واحد الشعارات غير مباشره فيها واحد راك عارف الحقوق والحريات الكرامه الحريه العدل، فراك ما عارف احسن عاود احسن عاود. ولكن هادشي اللي كاين، ولكن راه الميساج واضح، هما عندهم غير المباشر وحنا عندنا المباشر، حنا نسميو السميات وهما يعطيو المرموز وحنا نعطيو المباشر. صافي هادشي اللي كاين، اللي برا يعطي المباشر واللي داخل يعطيو الرموز، لانهم راه ما عارفين حتى هما عارفين كلشي، راه بحالنا عارفين العصابه، عارفين السميات ديالهم، عارفين الشفار، عارفين كلشي، ولكن ما يقدروش يقولوا لنا غيختطفوهم غيديهم وغيعتقلوهم. وتحياتي اخي العزيز، ونتمنى ان شاء الله شوف جا الوقت اللي غنجمعوا النوضه ونستمروا، ركز عليهم كل اسبوع، ماشي غندخلوا سخونه ندخلوا غير مره ونغيبوا، ما بقاش داك ديال خروج وسير صافي. كل اسبوع كل اسبوع جاليه. شوف الداخلين واخا يخرجوا شويه ماشي مشكل، ماشي مشكل خرج واخا يخرجوا شويه لانه باقي مضطهدين وغيتقمعوا ويضربوا، لكن حنا في الخارج خصنا نكثروا التعبئه وخصها تبقى دائما مستمره بكل جمعه ولا كل سبت. ضروري يا خويا، ونتمنى التوفيق للشعب المغربي. جا الوقت التغيير، جاء باش نحقوا تحنا دوله مدنيه والسياده للشعب، ونتحرروا من هذه العبوديه هذه. بركه علينا، بركه علينا، لانه فهمتيني، بركه اخويا العزيز، بركه الصبر دبر كما كيقولوا، هربنا وسائمنا فهمتيني، راه كذب على الكذاب. الشعب المغربي راه مطحون. وتحياتي اخويا العزيز، حنا في الخارج، الخارج راه جسدنا هنا في الخارج، ولكن قلبنا وعقولنا مع الشعب المغربي، مع الوطن ديالنا العزيز. وتحياتي اخويا العزيز، اسمح لي طولت عليك، وتحياتي اخويا العزيز. السلام عليكم اخويا العزيز. السلام عليكم. شكرا بزاف على الاخ تسمى، انا اللايف ديالي اول مره كنستضيف الاخوان من كازا، هما ساكنين هنا في الشتات. مزيان، عجبني الحال بزاف باللي الاخوان ديالنا طلعوا وصلوا الفكره. ارى الهضره اللي كتقولوا نتوما بحال الهضره اللي كنقولوا حنايا، ما كاين لا فرق تما، وهداك فرق تسود خص المخزن نهرسوها له. المهم تسمحوا لي الاخوان، الا كان الاخوان هنا غادي نقلبها للريفيه باش نختصر نبلع اللايف. المهم يا ثما سويثما قزري ايث مثنغ ومثنغ زي ضبي ضوج ومثنغ نغني عاود ضبي ضوج ومثنغ تيري كوميريكان ومثنغ نغني في ايطاليا قالنا نش الهاليك اللي صافي نشينو حرز زيس تسمى ما مش زريم تتبع من اللايف يا ثما سويثما نشيني خصو نحقار شي يا ثما مش نقار مش القضية نعرف خصو تنتجا شكل غجارة نغواها من مرن تجد مذا جارة نغواها ما صنوزشا رخون شين ديني الأحرار إثمثن غم أم إثمثن أرقين ديني ذي الدار البيضاء ونمي قانون الدين إغنابي بن عيسى قين ديني مسكين البدد تزريك سين تصاور مختطفين تساند العائلة ثمانية تمسرين تسمى من قار نشين إثمثن وغان ركيس نبول مشكل قذري من قا قاناش مروا نسقط الهاليك الني تسمى النظام يخصي خص نزل مش غنقي خاصنا الزر الا مرا غنغ الوحده غنغ ثاموت. المهم كنجدد الشكر ديالي من اعماق القلب الاخوان اللي طلعوا هدروا كلمه الحق، ما جاوش يروغوا ولا يبيعوا الاوهام ولا كانت الهضره في الصميم والميساج في الصميم. وكنتمنوا ان شاء الله في اللايفات المقبله تشاركونا في المواضيع باش نعموا الفكره باش في يقول اللي بعد ما فاقش. كنشكركم بزاف الاخوان، حنايا ماشي عنصريين، حنا عنصريين ضد العياشه اللي كيقول لك عاش وهو كيموت ما عنده ما ياكل ما يشرب وما عنده لا الحق ديالو كيقول لك عاش. حنايا ضد هذوك الناس
ولكن تاني الاحرار البيضاوة ولا الرباطيين ولا كما كيدايرين احرار عندهم كلمه موحده ضد الفساد. حنايا كنقول لكم حنايا خوت معنا بو معكم المشكل، كما شفتوا كما شافوا الاخوان الخوت كاملين طلعوا الخوت ديالنا هضروا في الصميم، والكلمه كان ديالنا موحده، لا للنظام القمعي الفسادي لا لمحمد السادس. هذا هو كما قال كاينين الاخوان تما في الريف ولا في المغرب عامه كيقولوا لك واخا بغاو شي حوايج هما ولكن تاني كيلتزموا لا حسن عاون. حنايا كنقدروا هاد المسائل ولكن تاني حنايا هنا نقدروا نقولوا اللي بغينا، نرفعوا السقف ولا في المطالب ولا في الشيء، ولكن تاني الخوت في المغرب راكم عارفين تنوض تقول الكلمة الحق يجي يقمعك ولا يدير لك التهديدات باش يسد لك الفم. اما هنا في الدولة الحق والقانون ما تقدرش تسد الفم، بحال هذيك العمدة اللي قلت لكم انا عندي الحق نهضر عليه، ماشي يجي البوليس هنا يا الصبح يشبرني يرميني للحبس، لا هنا من حقنا. على هذاك الشيء كنقول له خصنا نكونوا اليد في اليد، نقلبها الريفية باش نختم. المهم يا ثما سو ثما نتقى ذاك النواط تصدع بين السور كذا ونشوى صحي السقع بشحال السي وقع، ولكن تاني تغا يستاهل باش نحس يا ثما ثما الاراء نصن باش بنادم هذيك العنصرية اللي جار وجاع يتقر مخزن ممنهجة تسمى نشعش بارحة اتصل مكين نضقع على الإخوان وش الفكرة نسن باش هذا السيوض نرني ثنا يا ثما سو ثما الفكرة نسن هذا السيوض الشعب ميمي واني تاتيت مشنا يخصص النفس الطويل رخو الحمد لله ذاني تاتيت ذاذي الدعم الحراك ذاني تاتيت رخو ترت سنين مستمر مليح مانايا ميس نقانشي نطرح درجة انصفع قيث مثنا وانصفع قويناث بنادم خصا ديري صامدون راني ري صامدون يا ثما سو ثما تسمى من قاع ارغيان كاع نهار 26 واني تتفرض واجب خانه باش نحظى ماره مش دوم النيق الجماهير الشعبيه ذاني تاتيت مش دوم راهم يقطوا بسواني تاتيت يا ثما سو ثما ذي نجل الحماس ضم قرار ذي نجل الاخوه ذي نجل المحبه تسمى من قاع الجماهير خاصه ذي نجل تبرات العائلات المختطفين ذي ذياري في الستم ان شاء الله ثابرة هذا سنطوض نقارس باللي قد الشرم قيغيتو بسنينا اتصل ذاكي ذي اي ثمثنا غدسو ثمثنا قاننا قبل لي مين ترى عاد المختطف اقدر حبس مين ترى العائلة تعاند الويلات نشين وندكور غاثو ذرين تسمى من قرية ثم سوي ثما دقنين الصراعات اللايف ذوينات تمسرايين مع الأسف الشديد هو غير تعجب شال حال ولك تانين ستان إن شاء الله تفهم خومي تأثار شمالية ما يمي آخر المطاف من الدومان الدوما غار حق أي ثم سوي ثما نستا ما تفهم خومي نوشي شان ذقر نشين من دان غير يتجعل نتسد نتمصوى ذكا يويا أرهم نعرفنا العائلة نسان المختطف النار ذمانايا دان غير جان تمصوى ذا أكيوم واد نتسان خون حد واد نتسان السيور ذي حد رهم النار رهم النار هو ذا عرفنا المختطف النار العائلة نس وتجيبوا الشخص نغذوين نغذوين دواء يجن باش تبلع اللايف يجن تبرات يني قارقان شين ذو المناضلين مع ليك كنيو ذو المناضلين ذي حقيقيين السوارخين ذي أوروبا يريث لك زمخ القضية المعاناة العائلات ذو المختطف النار تسمى مع ليك نيو ذو المناضلين نشان والأحرار نشان يريث لك زمخ المسألة ثاني تاتيد وتجي تخوان مذي عزي حمد ذو العائلات ذوين ذو القيل والقال يزي استفاد رمخ زنوها والحمد لله منايا كوشي نخزا ذايس والجماهير الشعبية نتاث وميتغيما القرار من زي سمبرا الجماهير الشعبية ويتيريشا إثما سو إثما إن شاء الله أمر قينا نغ أمسا قارنا أكمل يوسن قا أمر قينا إن شاء الله هذه ريع نهار 26 واني تاتي ضروري ونشي بقى مستمرين من أيا وتغيم بو غادي 26 وها نش صور غني تاتي ذي هولندا كا ثمس مونت نير ثافق تمولي موحد نشينا قانو غني تاتي على العاعل أقنا كل مختطف أقنا كل عائلات نسن حتى آخر المطاف تسمى شنو تنتجبو غا 26 في المحطة راه ناس دايت ماتنا الصنا ضد النار ومي غنسقع هذا ورسن غاوجنا وثنسهب كيشا غاثمات
تسمى الخدمه ثوث نسدي شاداني تاتيت نشم قاسني تاتيت زي هولندا غان الخدمه في الطاس تجاه يعرف النق تجاه المختطف في النق انت كتزمار النق باش نصوف اي ثمث نق اي تجدي السجون الذل والعار اي ثمث سويت ما مش ندير خو عاد عاود تيت كارا ام سرقي النق ان شاء الله اكيد من يوتسب مترا اي ثمث نق قاين عاد دير حبوسات دي السجون الذل والعار ديكتاتوري وقتر نسفاح محمد وستا نشي عاد انقيم نتمصور اكا يوية ثو ذاتي يعرف ثو ذاتي يعرف ثو ذاتي يعرف.